تمام كده احنا بدأنا الريكورد. تمام، زي ما قلت الأجندة بتاعتنا إن شاء الله هيبقى فيها هنتكلم عن قوانين الحركة الثلاثة، بعد كده تايبس اوف موشن، الجيرز أو أنواعها، بعد كده أنواع اللينكات، تمام، الجوينتس، تايبس اوف بولي أند بيلت. باشمهندس مي، ايوه بعد إذنك ممكن تقفل المايك عشان بيعمل دوشة. أو ماشي، اتفضلي تمام، يا ماشي أستاذ. ماشي، بعتذر. ماشي اتفضلي. هو انا لسه داخله دلوقتي، بس عايز اعرف، ما فاتني حاجه كتيره. لا لا، لسه بادئين، بدأ بنعمل ريكورد حاليا. تمام ماشي يا باشمهندس، شكرا. طيب زي ما قلت هنتكلم عن قوانين الحركة لإسحاق نيوتن الثلاثة، بعد كده الـ types of motion أو أنواع الحركة اللي ممكن نعملها، types of links، أنواع اللينكات، أنواع الجوينتس، الـ types of bully and belt. ده هسيب لكم لينك تشوفوه منه باستفاضة، لأن الموضوع ده كبير، وبرضه هيبقى فيه من ضمن الميكانيزمات اللي هنتكلم عنها مستخدمين فيها البولي اند بيلت ده. بعد كده التايبس اوف بيرنج برضه نفس الكلام، سايب لينك ليه. البروبلمز تو ديسكاس، هشوف المشاكل اللي الناس بعتتها في الفورم ونبدا نشرحها ان شاء الله، ونشوف ايه الحلول بتاعتها او كميكانيكا تتنفذ ازاي. اول حاجه زي ما قلنا اسحاق نيوتن لوز، او اللي هي قوانين اسحاق نيوتن للحركه. اول حاجه عندي الانيرشيا او عزم القصور الذاتي او القصور الذاتي، بقول ان الجسم هيفضل في حاله ثبات طالما انا ما اثرتش عليه باي قوه تغير من حالته، او هيفضل مستمر في حاله الحركه، او هيحاول يفضل مستمر في حاله الحركه لحد ما انا اثر عليه بقوه غير متزنه. ده ملخص الانيرشيا. تمام، بعد كده الاكسلريشن او التسارع، بيقول لي ان انا او الاكسلريشن از بروديوسد وين ا فورس اكت وين ا ماس. يعني الاكسلريشن او التسارع ده بيحصل لما قوه تاثر على كتله. زي لو انا عندي كتله كبيره هحتاج ايه؟ احتاج فورس كبيره عشان اقدر ابذل اكسلريشن او معدل تسارع عالي، او اخلي الحاجه دي تتحرك بسرعه عاليه. ده ملخص الاكسلريشن. طيب الرياكشن بيقول لي for every action there is an equal and opposite reaction، يعني لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ده اللي هو الرياكشن. ندخل اللي بعد كده types of motion. عندي الحركات، اربع حركات اساسيه اللي اقدر انفذهم. الحركه الاولى اللي هي حركه linear، والحركه دي بتكون حركه في خط مستقيم، ممكن تبقى اسمها linear او بريزماتيك او ترانسليشنال. تمام، اما الحركه اللي هي الريسبريكيتنج او الحركه التردديه للامام وللخلف، هنشوف طبعا صور للكلام ده عشان الناس تفهم انا قصدي ايه. الحركه التردديه دي يعني حركه بتتنفذ باستمرار بس في اتجاهين مختلفين، يعني بتتحرك للامام وترجع تاني للخلف وتعيد نفس الحركه مره تانيه. طيب بالنسبه للحركه الروتري او الروتيشنال، تمام، الحركه او الريفوليوشن زي ما تسمى، يعني ليها مسميات كتير. الحركه الروتيشنال دي ان انا بتحرك حوالين الاكسس او المحور بتاعي. زي ايه مثلا؟ زي الموتور لما بيجي يتحرك، الموتور ده الشافت بتاعه ده الاكسس او اللي هو السنتر. اي حاجه متثبته على الشافت ده بتلف حوالين الاكسس بتاع الموتور، حركه روتيشنال. تمام، نوع الحركه الثالثه او الحركه الرابعه اللي هي الاوسيليتنج. زي ايه الاوسيليتنج؟ حركه الاوسيليتنج دي اللي هي متردده او تذبذبيه، زي حركه البندول. البندول لما بيتحرك مثلا لليمين وللشمال بيتحرك على ايه؟ على ارك او على قوس. تمام، دي الحركه الاوسيليتنج. هنشوف الاشكال الاربعه موشن دلوقتي هما بيتحركوا. اول حاجه هنا اللي هي الحركه اللينير. الحركه اللينير دي اللي هي حركه البستون، زي ما انا شايف كده بيتحرك لجوه ولبره. تمام، في حركات كتير لينير، في لينير اكتويتر. تمام، ده يعتبر من اللينير اكتويتر اللي هو البيستون. تمام، بالنسبه للحركه الروتيشن زي ما انا موضح هنا كده، ده الاكسس اللي هو باللون الاحمر ده. تمام، وده الكورس اللي هو بيلف، ده اللي بيلف روتيشن حوالين الاكسس او ريفوليوشن.
طيب في ايه تاني؟ الحركه الاوسيلاتوري زي الحركه اللي تحت دي، في عندي ادي الاكشويتر في النص اهو، هو اللي بيلف وبيحرك لي الجزء اللي هو اللون بنفسجي ده او لونه بينك ايا يكن لونه ايه، تمام. الجزء الاخضر وفي جوينت الصفرة دي هو اللي بيحركه لي، بيعمل قوس يعني بيتحرك اهو على شكل قوس، تمام. بالنسبه للحركه الريسبريكيتنج، احنا قلنا الحركه دي بتبقى حركه تردديه للامام والخلف. لو انا ركزت في الميكانيزم اللي هنا ده هلاقيه بيروح يمين وبيرجع تاني شمال، بيعيد نفس الحركه تاني عن طريق اكشويتور روتري موجود هنا في النص اهو. يبقى انا دلوقتي الاساسي هلاقيه بالنسبه لي ايه؟ الروتري ده هتلاقيه في كل حاجه، لان الموتورز اغلبها روتري او يعتبر كلها روتري، في منها اجزاء اللي هي الاجزاء الترانسليشنال او البريزماتيك او اللينير، تمام. حتى هنا هو هنا بيشرح لي بيقول ان ده يعني كان ده من ضمن الاسئله اللي حد بعتها، كان باعت نيوماتيك بيستون تقريبا او بيستون، وعايز يعرف فكره العمل بتاعته ان ازاي ده لما يتحرك لفوق وتحت هيعمل حركه روتيشنال او العكس. ما انا برضو لو جيت حركت ده حركه روتيشنال اللي هنا دي هينفذ لي حركه لينير، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي هنغطيها في السيشن ان شاء الله. اللي بعد كده انواع الجيرز، والجيرز دي من الحاجات المهمه جدا لنقل الحركه. زي ايه؟ وليكن مثلا انا عندي موتور، الموتور ده سرعته عاليه جدا وانا محتاج اقلل السرعه بتاعت الموتور ده، بيبقى قدامي حل اللي هو ان انا استخدم جيرز، او حل تاني هتكلم عليه قدام. طيب لو انا هستخدم الجيرز، الجير ريشيو او النسبه بين الجيرز دي هتبقى شكلها عامل ازاي، او الجير ده اصلا عباره عن ايه؟ زي ما انا قلت الجير هو عباره عن وحده مسؤوله عن ايه؟ نقل الحركه، يا بتنقل الحركه من اكشويتر للحاجه مثلا اللي انا عايز احركها، او من الموتور لللود مثلا او للحمل اللي انا هحط عليه. طيب هل الجيرز دي او التروس دي كل وظيفتها انها تنقل الحركه بس؟ لا، هي ممكن تكون بتستخدم عشان تقلل السبيد، ممكن تكون بتستخدم عشان تزود السبيد، وفي علاقه بين السبيد. يعني لو جينا كده شفت كده هنا علاقه بين السبيد وبين التورك، كل ما السبيد كانت عاليه التورك يكاد يكون زيرو. طيب لما السبيد بتبدا تقل هلاقي التورك، لا العكس، يعني دي التورك، تمام، ودي السبيد. لو انا عندي هنا السبيد زيرو هلاقي التورك ايه؟ يكاد يكون اقصى، يعني السبيد زيرو دي معناها ان يعني الاكشويتر دلوقتي ثابت، مهما انا احمل عليه لود هو مش هيتحرك، بس التورك اللي انا بقدر احصل عليه يكاد يكون ايه؟ اقصى حاجه اقدر اخدها. كل ما ابدا ازود السبيد هلاقي التورك بتقل، تمام. لو انتوا خلينا نغطي الجزء ده لوحده برضو، نمسح ده. تمام. طيب انواع الجيرز اللي عندي اللي انا بستخدمها لنقل الحركه بتتصنف بناء على ايه؟ هم يعني في الصناعه بيصنفوها بناء على طريقه التصنيع ذات نفسها او طريقه عمل السنون بتاعتها. فهنا مثلا السبار جير دي السنون بتاعتها بتبقى معموله ستريت، يعني السنون بتبقى متصنعه بشكل ان هي معمول لها قط كده، ما فيهاش اي ميل او زوايا او الكلام ده. ده اللي هي التروس اللي احنا بنشوفها في اغلب المكونات الميكانيكيه، اما الاقي مثلا ترسين راكبين جنب بعض كل وظيفتهم ان هم ينقلوا حركه، يقللوا مثلا السرعه او يزودوا السرعه وهكذا. زي ما قلت انا كل ما اقلل السرعه السبيد عندي التورك هيزيد، كل ما زود التورك السبيد هتقل وهكذا، فهي علاقه عكسيه. طيب هنا مثلا الهيليكال جير ده فرق بينه وبين ده، الكات اوت بتاع السنان ذات نفسها معموله بميل او معموله بزاويه، ده اللي هو الهيليكال جير، وده ليه يعني لا ليه مميزات كتير. انا سايب لينك هنا اهو، ممكن تخش على اللينك ده تلاقوه يعني شرح كل نوع باستفاضه.
تمام. الراك اند بينيون ده بيستخدم في ايه؟ مثلا البوابات اللي هي بتفتح بتقفل اوتوماتيك، اللي هي بتشتغل بالكهرباء مثلا. الراك ده بيكون متثبت على البوابه ذات نفسها، اللي هو اللي تحت ده حاجه ستريت، اللي هو هنا حاجه ستريت، وفي فوقها ترس. الترس ده متثبت في موتور مثلا. انا لما احرك الترس ده، لما اخلي الترس ده يتحرك، يعني لما اخلي الترس ده يتحرك في الحركه دي، الراك هيمشي كده. يعني السنون هتخلي ده، يعني الاثنين هيبقوا في نفس الاتجاه. فرضا ان انا الراك دي هي اللي متثبته على الباب، هلاقي الباب بيتحرك في الاتجاه ده. طيب لو عكست الحركه، لو عكست حركه الموتور خليته في الاتجاه ده، هلاقي الباب بيرجع في الاتجاه ده. فدي فكره الراك اند بيني. طيب البيفل جيرز، طبعا ده هو ده الهيليكال جير، هو ده نفسه الهيرنج بون جير ده، بس ده دبل هيليكال جير والاثنين عكس بعض. ده انت طبعا لما تقرا عن الموضوع ده تلاقي ان هو بيقول لك ان هو بيقلل فريكشن، بيقلل الاصوات اللي بتطلع عن طريق اصلا ان الجيرز قبل مع بعضها، ده بيعمل نويز او كده، ده بيقلل النويز والكلام ده وبيزود. تلاقي بقى في حاجات تانية ان هو بيزود التورك وما الى ذلك. بيعمل لو انا مثلا بعمل عكس للحركه، ده يساعدني في عكس الحركه وكده، ان هو يريتين البوزيشن اللي انا واقف عليه. تمام. البيفل جير دي اللي هم عباره عن ترسين زي ما هم واضحين كده، ادي ترس بيبقى الاكسس بتاعه كده، الترس الثاني الاكسس بتاعه كده. يعني لو احنا هنرسمها بالظبط، ترس الاكسس بتاعه كده والترس الثاني الاكسس بتاعه كده، وادي ترس وادي الترس الثاني، يبقى الاثنين متعامدين على بعض. لو انا حطيت موتور هنا اعمل لي ايه؟ احرك لي الترس ده في الاتجاه ده كده، او في الاتجاه العكسي. لو انا اتحركت في الاتجاه ده، مش هينقل لي الموشن الروتري اللي كانت هنا لهنا؟ يبقى انا نقلت الحركه الروتري من الزيرو مثلا ل 90 ديجري. عايز اخليها مثلا من 180، احط الجير بتاعي هنا والجير الثاني يبقى هنا، وهكذا. وضحت الفكره؟ عايز بس ايه، مش عايز ابقى انا بتكلم لوحدي، عايز الناس ايه تحس ان هي موجوده كده. طب لو سمحت يا باشمهندس، سمعت ثاني، بالنسبة للبيبل جير، هل الترسين ماشي. بيتعمل مع بعض زي عاشق ومعشوق كده، ولا بيتثبت ازاي كده، بياخد الزاوية لا 90؟ لسه هقول لك اهو، خلاص تمام. يرجع كده. يس. بص احمد، انت بتسال على البيبل جي، هو انا دلوقتي عشان اثبت اكشويتر هنا، هل هينفع اسيبه يعني في الهواء كده يتحرك حركه حره، ولا المفروض يبقى عندي أظن حاجه يبقى بالشكل ده؟ مثلا تمام. ودي محطوط فيها حاجة من هنا كده جوه، دي فيها حاجة من هنا تشيل لي الجير اللي هنا، ودي تشيل لي الجير اللي هنا، صح كده؟ معايا؟ تمام. معاك تمام. بحيث أنا لو شلت الأكشويتور اللي موجود في المكان ده ما يأثرش عليا، يبقى ده متثبت أهو، في حاجة عاملة له فيكس. وفي نفس الوقت أنا الحاجة اللي هتحط هنا هشرحها قدام شوية وأقول لي ليه بنحط ده، تمام، اللي هو البيرنج او الرمان بيلي. البيرنج ده وظيفته ان هو يقلل لي الفريكشن، تمام، يقلل لي الفريكشن. بقى ما هو ده عباره عن معدن، الشافت بتاع الترس اللي هنا ده او بتاع الاكشويت، والجزء اللي انا هبقى مصممه هنا ده برضه عباره عن معدن. لو انا خليت الاثنين دول بينهم وبين بعض كده، هيحصل كافيتيشن او تآكل، لان انا عندي معدنين. الفريكشن او الاحتكاك اللي هينشا بين المعدنين ده هيسخن لي الحديد لدرجه ان يحصل بينهم تاكل من فرق درجه الايه الحراره. يبقى انا عندي ادي جير موجود هنا بالشكل ده، وادي جير تاني موجود هنا بالشكل ده، عشان الحركه بزاويه 90 درجه.
تمام كده جاوبت على سؤالك؟ تمام يا باشمهندس، تمام. طيب السبايرال بيفل جير هو ده نفس البيفل جير، بس الفرق بينه ان هنا لو انتوا اخدتوا بالكم ان التروس ذات نفسها جايه على شكل كيرفت كده، يعني طب هو التروس ما هياش ستريت. بس يعمل الزاوية دي ليه؟ يعني مثلا بتديني عزم أكتر، ولا إيه اه السبب اللي هو بتديك عزمه اكتر، وفي حاجه اسمها اللي هو ايه الميكانيكال لوك. الميكانيكال لوك ده المفروض انت لما تفصل الكهرباء عن الموتور ايه اللي يحصل لو انت حاطط مثلا اكشويتر؟ المفروض بيبقى لو حاجه عليها لود تفضل ثابته في المكان بتاعها، صح؟ مظبوط؟ اهو ده الاسنان اللي موجوده هنا دي لما تبقى راكبه الترسين، عايز اجيبها لك يعني، ادي ترس وادي سنه وادي سنه، السنه اللي موجوده هنا دي اكنك بتقفل عليهم، يعني اكن السنه دي السنه دي بتقفل على السنه اللي هي ايه في النص يعني بثبت على وضع مثلا انا كنت واقف عليه. بالظبط، بتعمل لك ميكانيكال لوك ان هي تحفظ لك اللود في الحاله اللي انت كنت واقف فيها، تمام. تمام؟ عشان تعكس الحركه مش هتعرف تعكسها بايدك، لازم تتعكس بنفس الاكشويتر. يعني لو انت معلش يا مثلا باشمهندس، اتفضل اتفضل اللي كان بيسأل. حد كان بيسأل؟ شباب وأظن حد اتكلم وبعد باشمهندس صوت بيقطع. طب من اللي كان بيسأل؟ شباب. طب أنس اللي كان بيسأل ولا مين؟ أنس. هو بتهيألي. أيوة أنس اللي هو طيب كان هو بيه. الصوت بيقطع عندك يا أنس، بحاول تظبط الصوت، تمام؟ طيب خلونا نكمل على ما يرجع تاني. هنا في حالة السكرو جير ده، طيب معلش يا باشمهندس عماد، سؤال ايوه اتفضل. معلش، يعني هو الفرق ما بين السبير اللي هو العادي واللي هو الهيليكال، الفرق ما بينهم زي تمام برضو البيفل والسبيروات برضو؟ بالظبط، بس انت طيب خلي هو بالك الفرق هنا ما بينهم ده بس كيرفت ان الهيليكال والسبيرال دولت بيعملوا لوك؟ بيعملوا اللوك. لا تمام، خلي انا بالك بتكلم الهيليكال ان هو هنا، ده بس بيبقى اختلافهم عن اللي هو الستريت العادي. لا تمام في، لا في في حاجات تانية كتير. انا انا فاهم قلت ان لك الهيليكال هنا، بس انا اقصد هم بيعملوها بميل عشان اللوك بس، ولا في لا ما يعني هو اللي هو اللي بيبقى البيفل دوت بيختلف عن السبيرال دوت ان ده بلوك وده مش لوك، ولا ايه بالظبط؟ ما انا لا انا لسه انا عشان قلت لك دلوقتي في حاجات كتير او اللي هو اتريبيوتس كتير للحاجه دي انا ما اقدرش اغطيها في السيشن. هو بالظبط نفس الكلام، كل حاجه من دول بيبقى فيها جزء اللي هو الاناليسيس. انت بعد ما تصمم الميكانيزم او مثلا انت رايح بتشوف مثلا انا عايز اعمل ميكانيزم ينفذ من اي تو زد، حلو، بتشوف هتحط احمال قد ايه، درجات الحراره اللي انت هتشتغل عليها، هل عامل النويز هيبقى مهم بالنسبه لك ولا لا، حاجه اسمها الانتي باكلاش او ان انت تحافظ على البوزيشن بتاعك هيبقى مهم بالنسبه لك ولا لا. الكلام ده كله، كل الحاجات دي انت بتاخدها تعمل لها كومباينيشن مع بعضها وتبدا تشوف ايه الانسب ليك بناء على الاناليسيس اللي انت عملتها دي. فكون ان هم عملوا السبايرال والهيليكال، لا ده مش زي ده. انت لو جيت تبص على السبايرال الزوايا هنا جايه كيرفت، جايه كيرفت دي لسبب ان هي هتغير هتخلي النويز سيمي مش موجوده، يعني اللي هو ايه انت بتلغي تاثير النويز اللي تبقى ظاهره. ما هي الكروس دي لما بتيجي تقفل مع بعضها او تتحرك مع بعضها بينتج عنها صوت، تمام؟ فده بيقلل النويز. غير كده الاحمال ذات نفسها هيزود لك اللود او هيقلله بناء على الاناليسيس اللي انت بتعمله، تمام؟ زي ما قلت لك انت لما تقرا عن كل نوع من ده هو ليه معمول والكلام ده تعرف خصائص اكتر او اتريبيوتس اكتر عن اللي موجود قدامك في الصوره دي، تمام؟ بس طيب يعني انا ده كنت بس يعني عايز اعرف في البيفل عن السبيرال دوت، البيفل دوت السنون بتاعته هي ستريت كده معموله ستريت، انما البيفل بكيرف،
فهل الموضوع الكيرف دوت عشان النويز بس، يعني هل البيفل دوت ما بيعملش اللي هو انتي لوك للموتور، ان هو لما يبقى عليه حمل ما يلفش وانا فاصله، ولا هما لا الاثنين كده؟ لا، البيفل ما يقفش، يعني اللي هو البيفل العادي ما يقفش لو انت حاطط عليه حمل. اه يعني ممكن لو الحمل تقيل يلففه عادي والموتور فاصل. اه يلففه. اه تمام يا باشمهندس، تمام. ردت بس الأذان كده. تمام نكمل. احنا كنا باقي كده هنشتغل بس 5 دقايق لحد ما نفوت 7:45 دقيقة، ونطلع نصلي العشاء ونرجع نشتغل. تمام. تمام. طب الرجوع بقى على نفس اللينك ولا هيتغير؟ الايه لما نرجع بقى على نفس اللينك برضو ولا هيتغير؟ هو، هنسيب الميتنج شغال عادي. تمام. ومش محدد بوقت، مش المفروض بعد 45 لا دقيقة تقفل؟ ما فيش وقت، ما فيش. خلاص تمام. طيب السكرو جير ده بالظبط عامل زي ايه؟ المسمار والصامولة. لو انا جبت مسمار وصامولة ثبت مثلا الصامولة وحركت المسمار جواها، ايه اللي هيتحرك فيهم؟ المسمار هو اللي هيتحرك ستريت او لينير، وليكن ادي دي مثلا الصامولة. تمام. وانا مثبت مسمار دلوقتي، المسمار ده ليه سنون، لو انا حاولت اربط المسمار ده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي حركه لينير، صح؟ المسمار هيطلع هنا، ولو حاولت الفه بالعكس هيرجع تاني. ده نفس الفكره بالظبط مع السكرو جير. لو انا هنا ثبت ده المسمار ولففت الايه الصاموله ذات نفسها، ايه اللي هيحصل للصاموله؟ هتتحرك حركه لينير ستريت في نفس الوقت، يعني اتحرك على الاتجاه ده كده بس ايه، عن طريق الروتيشنال موشن. طيب هنا ايه اللي بيحصل؟ هنا هو خد نفس المبدأ، الاسنان اللي موجوده هنا مع الاسنان الستريت، وراح جاي يعمل ايه؟ قال لي انا هنا لما احرك ده، يعني انا احط هنا اكشويتر، لما اخليه يتحرك في الاتجاه ده هيديني موشن هنا، الموشن دي روتيشنال. فكده الناس معايا؟ يعني انا لما احط هنا اكشويتور يلفف كده، كل سنه من دول هتاخد سنه بينها من بتوع الترس او بتوع الجير اللي تحت ده، ده باشمهندس عماد وهكذا. عكس بقى ولا زي الراك بالظبط؟ ما هو الراك برضو الايه؟ بيعمل ده، يبقى زي الراك اللي هو اللي فوق بالظبط ولا عكسه؟ عكسه لا بالظبط. بقى بص، خلي بالك، شوف مكان تثبيت الاكشويتور هنا فين. انت هنا الراك اند بينيون، البينيون ده ثابت، فاهمني؟ يعني طيب ده انت بتثبت فيه اللود بتاعك، والاثنين في نفس الاتجاه، يعني انا الاكشويتر بتاعي هيبقى راكب من هنا كده، ده اللود اهو، فاهمني؟ يعني اللود هيبقى عمودي على ايه؟ اللود عمودي على الاكشويتر اللي انت هتركبه. تمام. والترس اللي انت حاطه او الجير اللي محطوط ده اللي هو البنيون، وده الراك، الاثنين محطوطين ايه؟ مع بعض، او الاثنين محطوطين باراليل مع بعض، بخلاف هنا السكرو هتلاقي الاثنين متعامدين طب على بعدين بعض. يا باشمهندس، الراك هياخد الروتيشنال يحولها لينير، انما السكرو هيحول الروتيشنال للروتيشنال بس في اكسس تاني. ماشي، ما هو انت هنا برضو، ما هو ده ماشي، هو النقطة اللي هو بيتكلم فيها حلو، ان ده هياخد حركة روتيشنال يطلع لي هنا روتيشنال،
وده هياخد حركه روتيشنال يطلع لي لينيا. تمام. وهنا دلوقتي احنا لسه هنتكلم ان انا ممكن اخد الروتيشنال اللي طالعه دي خليها لينير، عشان انا قلت لو انا جيت في نفس المبدا اللي انا كنت حاطه، جيت هنا حطيت مسمار كده ثبتت عليه صاموله، ايه اللي هيحصل للصاموله دي؟ طول ما المسمار بيلف الصاموله هتتحرك في الاتجاه ده بره وجوه، صح كده؟ يبقى انا بدل ما كانت روتيشنال للروتيشنال بس خليتها روتيشنال لايه؟ للينير. وضحت الجزء ده؟ لا تانية يا معايا ولا باشمهندس، ايه؟ لا تانية أنا مش فاهمة الحتة دي، يعني أنا هنا إزاي تاني خليتها من لينيا للروتيشنال، من أو روتيشنال للينيا. من روتيشنال لينيا. طيب خلينا نمسح ازاي حولت من روتيشنال للينيا. انسى اللي تحت ده، تمام؟ احنا دلوقتي انت فهمت ان ده بياخد حركه روتيشنال يطلع روتيشنال، صح؟ انا بحطها، طيب بحط الاكشويتر بتاعي هنا وفي يعني اكنه موتور بالظبط، اكنه موتور بس انا باختلاف مكان الموتور فين، تمام؟ تمام. ادي الشافت بتاع الموتور اهو، تمام كده؟ تمام لو الشافت ده عليه ألاووز زي ماشي المسمار كده بالظبط، تمام؟ تمام وجبت انا بافتراض ان دي الصامولة، الصامولة دي برضو فيها ألاووز من جوه، تمام؟ تمام لو انا جيت ربطت الصامولة دي هنا بقت موجودة، دي الصامولة اللي هي لونها غير اللون كده، دي الصامولة اللي موجودة بره دي، ماشي تمام؟ لو انا ماشي جيت حطيت هنا اي لود على الصامولة دي وجيت حركت الشافت هنا، ايه اللي هيحصل؟ ومش انا كده، هما بلفف الاثنين هيلفوا المسمار مع بعض دلوقتي. بشكل دائري، لا ما هي دي ثابته، هيلفوا ما انا دائري. دلوقتي دي ثابته، الصاموله ثابته، ماشي، احرك يعني المسمار انا ازاي؟ ثبت الصاموله اهي، انا ثبت الصاموله والمسمار هو اللي ماشي، بيتحرك دلوقتي جواها. لما بتحركه المسمار بقى ده، ازاي؟ ما هو في هنا اكشويتور بقى، مش انا قلت لا لو انا قصدي عندي الموتور بتحركه هنا في انهي اتجاه، قصدي يعني بتحركه اتجاهه ماشي، ايه؟ لو الموتور مثلا بيلف في الاتجاه ده، مش المسمار هيلف في الاتجاه ده، صح؟ يبقى اما الصامولة هتفك او هتربط، تمام يعني هتدخل كده او ترجع كده على حسب اتجاه الفك او الربط، ايوه ماشي تمام تمام؟ يبقى دي كده ايوه فكرة ايه، ان انا احرك من روتيشنال للينير. نطلع نصلي بقى ونرجع، ماشي تمام تمام؟ نرجع على الساعة، الساعة دلوقتي 46، ناخد 14 دقيقة نرجع الساعة 8، تمام؟ تمام تمام يا باشمهندس، ماشي، سلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
بس رجعت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أيوة رجعنا يا باشمهندس. في حد عنده أي أسئلة من قبل ما نرجع؟ يعني قبل ما كنا نرجع كان حد عايز يسأل على حاجة؟ أنا عندي سؤال اللي هو السكرو جير، هو أنا ممكن أحول الحركة فيه من لينير لروتيشنال؟ حركة الحركة اللينير روتيشنال؟ اه خليها يعني احول ما او احول الحركتين زي ما انا حاولت كده من روتيشنال للينير، ممكن اعمل العكس؟ طيب نسأل السؤال المهم الأول، ماشي، فين الحاجة اللي هتطلع الحركة اللينير؟ مش انا كده كده عندي فيه مسمار، وهو هو تمثيله كان مسمار وفوق صامولة، وفوق صامولة الحتة اللي هو الجير اللي تمام. من فوق ده، ما انا لو حطيت تمام هو اللود بتاعي عليه او الاكشويتور بقى عشان هو اللي يديني الحركة، وهو المسمار هو اللي بقى بيتحرك، ما كده هتبقى لينير وخليه يتحرك لورا وقدام، يبقى كده انا ايه اللي حاولت من يتحرك؟ لا لا صح، تاني تاني انا كده عايزه روتيشنال احول، برضه. اهو انا عاوز احول من لينير للروتيشنال تمام صح ادي كده؟ اللينير اهو، وليكن ده انا عايز بقى الحاجه اللي هتتحرك كده، ما هي برضو حاجه نفس انا حركة، زقها، حاجه زق، لا عايز حاجه زقها في ايدي كده تتحرك تاني، ما يبقاش ما هي انا نفس، بلفها، ما انا لو بلف وبتتحرك هي على الحاجة دي يبقى أنا كده عملت إيه؟ ما هربتش برضه. ايوه وصلت الفكرة؟ لو انا المفروض حاجة هي اللي تبني اصلا اللينير ليه يعني؟ بالظبط. السلندر الإيه؟ ازاي؟ السلندر مثلا اللي هو النيوماتيك او الهيدروليك. بالظبط السلندر. احنا لسه كنا قايلين لو احنا رجعنا كده. يعني معايا؟ ماشي دي كانت بتتحرك اهو اللينير الروتيشنال. ماشي، يبقى انا لو حطيت اللي هو السيستم اللي هو البنيوماتيك سيستم ده، لو انا حطيته هناك مع الجير ده هيديني كده من لينير للروتيشنال، ماشي، ما هيدي من لينير للروتيشنال عادي، بس الفكره ان بس انا دي الحاجه دي ذات نفسها هي اللي بتتحرك لينير اصلا. اه يعني انا عايزه حاجه وضحت تكون الفكره؟ يعني حاجه تكون طبيعتها اساسا لينير، بالظبط. لكن انا ما اقدرش اديله حاجه تكون في طبيعتها روتيشنال وهو يديها لي لينير، او لينير ما هي لو حاجه ركز. بطبيعتها روتيشنال انا احولها لينير وبعد كده اخد منها روتيشنال ليه؟ ده عادي ممكن وصلت يكون في الفكره؟ تطبيق معين هو عايزها كده، مش شرط ارجعها روتيشنال تاني، لا هسبق يعني ممكن يكون في حاجه كده مثلا، دي فكره كانت جت اه في ماشي، دماغي. لو التطبيق محتاج كده ما دي ما فيهاش مشكله، يعني ده تبقى عادي، ما انت ممكن تبقى محولها لاكثر من حركه عشان تحصل على ميكانيزم واحد في النهايه. ايوه ماشي، شكرا يا باشمهندس، تواصلوا شكرا. بقى. طيب حد كان عايز يسأل على حاجة تانية؟ طيب نبدأ نفس الكلام مع الورم أو الورم ويل، ده هو نفس السكرو جير، بس هنا في حاجة بقى. السكرو جير أنا ممكن أي واحد فيهم أحركه يدي حركة للتاني، يعني لو أنا لففت ده أقدر أخد حركة على ده. ما أنا في مصطلحين مهمين، الدرايف والدريفن، او الدرايفر والدريفن. الدرايفر ده اللي هيقود، والدريفن المقاد او اللي هاخد من عليه الحركه. يعني وليكن ان انا قلت هنا ده كده الدرايفر، مين اللي معمول له دريفن دلوقتي؟ ده. يبقى الحركه اللي انا هاخدها اخد الحركه روتيشنال من هنا. طيب لو انا حطيت الدرايفر هنا، ده الدرايفر، هاخد الدريفن من هنا، يبقى الترس ده هو اللي دريفن في الحالة دي. وصلت الفكرة؟ تمام ولا ايه؟ تمام هنا العكس، هنا ما اقدرش اخد، ما اقدرش اعمل موشن غير باللي هو الورم اند ويل، اللي هو ده ما اقدرش اعمل موشن غير بده، يعني ده الوحيد هو اللي هيبقى درايف. تمام، ده الدرايفر الوحيد، وده دايما هيبقى دريفن. وصلت الفكرة؟ لو انتوا اصلا يعني شفتوا صورة هاي كواليتي اعلى من دي شوية هتعرفوا الفرق بين الورم والسكروجي. السنان ذات نفسها ما تسمحش ان هو يعمل حركة عكسية. تمام،
الناس معايا ولا ايه؟ اه تمام. طب هو السكرو جير ممكن يروح حركتين عادي اه اتجاهين السكرو ولا هو ده يقدر يروح اتجاهين برضو، والورم ويل يقدر يروح اتجاهين، بس ما ينفعش غير ان الورم بس هو اللي يتحرك، يعني ده هو اللي يبقى ايه يبقى درايفر دايما الورم دايما هو الدرايف؟ بالظبط، وده دايما الدريفن اللي هو الجير اللي تحت ده، انما هنا ممكن اي واحد فيهم يبقى درايفر والتاني يبقى ايه دريفن بدل اي حد يعني اي حد منهم ممكن يبقى درايف. بالظبط. تمام المايتر جير هو نفس الجير اللي كان فوق البيفل جير، بس ده بقى كايه كترس لوحده، كجير لوحده بس، انما هنا كانوا اتنين جير بنفس المواصفات ونفس الانجل اللي هي الانجل اللي موجوده هنا دي بتاعت الجير، نفس الانجل هنا ده المايتر جير هو نفسه نفس ده، بس هو جايبه لك لوحده كترس لوحده، مش ككومبينيشن بين تو جيرز او كده. تمام. الانترنال جير، الجير ده يعني هو بدل بيقول لك بقى بدل ما الفلوس كانت بره فلوس كانت جوه، يعني السنان بتاعته موجوده جوه هنا، وعشان احركه لازم يبقى فيه هنا جير تاني انترنال، هو يعني لو الجير ده دايما بيلف وثابت، الجير اللي بره ده ايه اللي هيحصل له؟ هيفضل يلف بحسب الحركه اللي انا محتاج اعملها. ده بيستخدموه في الارم روبوتس اللي هي الارم روبوتس الكبيره، بيبقى موجود في البيز، ممكن يتحط ده وممكن يتحط تايمنج بولي بيرنج، مش تايمنج بولي، نمسح ده يتحط بيرنج كده في القاعده، رومان بيلي. الرومان بيلي ده لو انا ثبت اللي بره اللي جوه هيفضل بيتحرك. خلينا ما نسبقش الاحداث، نجيب صورته دلوقتي ونشوف بس لحد هنا، هل في اي مشكله؟ لا تمام. تمام. خش انا اللي بعد دي تايبس اوف لينكس، اللي انا نمسح بقى اللي احنا فيه ده. وهنا يعني مش عايز نقول التايبس اوف لينكس، لان دي يعني تعتبر ايه، مش التايبس بتاعت اللينكس ذات نفسها، هي دي اللي هو الاوردر بتاع اللينك ذات نفسه، او اللينك اللي هو بيقول لك مثلا الاوردر بتاعه قد ايه، فاهمني؟ انما اللينكات انواع كتير، ممكن تبقى بارتيشنال، ممكن تبقى لينير، ممكن تبقى كومبلكس شيبس. وصل الفكره؟ خلينا الاول نعرف يعني ايه لينك. بيقول لي ان اللينك ده هو ريجيد بودي او جسم صلب بيربط بين، يعني اتليست بيربط بين اتنين نودز. ايه النودز دي؟ اللي هي دي ودي. بمعنى خلينا اقول لك مثلا ابسط مثال الدباسة، او الكماشة مثلا، اي مثال فيه. ناس معايا؟ لو انا تمام قلت ده كده، ده جسم صلب اهو، في هنا نقطة بثبت منها الحركة وجسم صلب تاني، ولو أنا جيت ثبت ده كده وعملت فورس هنا، إيه اللي هيحصل؟ هنقل اللينك ده كده في الاتجاه ده، يعني أحركه تشنل حوالين الجوينت دي. تمام. اللي يبقى اللينك ده هو إيه؟ جسم صلب بيربط بين اتليست تو نودز. يبقى انا اللينك بستخدمه ان انا اربط بين الاجزاء وبعضها، زي ايه بالنسبه لنا احنا كبني ادمين؟ الايد. تمام. اعتبر ان دي ايدك. 5 صوابع الحمد لله. تمام. في هنا جوينت، هنعرف يعني ايه جوينت. في هنا جوينتس كتير برضو صوابعك، دي يعني من نعم ربنا علينا. وفي هنا لما تيجي نكمل باقي ايدك، في هنا كمان جوين. طيب ده بيعمل ايه؟ بيربط بين جوين وجوين. عشان يعمل ايه؟ عشان ينقل حركه، الحركه جايه من هنا تروح كده، بعدين تروح كده، وهكذا. في جوينت تانيه هنا عشان تنقل الحركه للصباع ده،
جوينت ثاني هنا عشان تنقل لجوينت، تنقل لجوينت وهكذا. هنشوف الحركة اللي انت بتشوفها في النهاية، تمام؟ يبقى دي جوينت او المفصل اللي هيربط لي بين ادي لينك وادي لينك تاني. طيب اللينك ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى باينري، يعني في بيربط بين تو جوينتس بس، ممكن يبقى ترنري او اللي هو بيربط بين 3 جوينتس، ممكن يبقى كواترنري يربط بين 4 جوينت، وهكذا 5 6 7 زي ما انت عاوز. الكومبلكس شيبس زي ايه؟ انا بقول لك هنا انا ربطت بين ايه؟ بين باينري، صح؟ مش ده انت شايفه كده ستريت؟ يعني ده انت شايفه دلوقتي حاجه ستريت. هو الباينري لينك ده اللي هو ستريت مش ممكن يبقى عباره عن بايب؟ البايب دي برضو بتربط بين تو جوينتس، ممكن الجوينت دي تكون بتنقل للينك تاني ستريت وهكذا. يبقى انا عندي الحاجه اللي بتربط بين تو جوينت او اكتر اسمها ايه؟ لينك. وهنشوف ده في يعني ده انا عايز ننقل على حاجه عملي عشان تشوفوها اوضح. لحد دلوقتي في اي مشكله؟ في مشكله؟ لا تمام. لو حد مش فاهم عادي ولا مش فاهم لقيت. طيب ندخل على الجوينت من تحتها. كلير كلير ماشي. يقول لي هنا التايبس اوف جوينتس، احنا هنا هناك كنا شفنا ايه؟ اول حاجه شفناها اللينكات اللي هو بربط بين تو جوينت او بين تو نودز او بين تو بوينتس او اكتر، تمام؟ هنا بشوف بقى الجوينت. اول نوع بيقول لي الفيكسد جوينت، وانا مش ممكن لو عندي لينك بالشكل ده وجيت انا هنا ثبت الجوينت دي في الارض مثلا، او ده مثلا مربوط في جدار دلوقتي، زي ايه؟ زي الباب. الباب ده لما انا اثبت الباب بمفصل من هنا كده مش ده يقدر يتحرك كده كده، صح؟ هل الجوينت بتتحرك؟ لا، هو اللي بيتحرك اللينك ذات نفسه. ناس معايا ولا ايه؟ تمام تمام. طيب البيفوت انا برضو انا عايز اشوف الاشكال بتاعتهم. تمام يا باشمهندس، تمام معاك. يعني نمسح كلير. دي بالنسبه للي هي الجوينت. في عندي الجوينت اللي هي الريفوليوت اللي زي دي، زي ما قلنا عندي المفصله بتاعت الباب تبقى بالشكل ده مثلا، جزء فيها متثبت في الحيطه وجزء متثبت في الباب. هنا في النص كده لما تيجي تبص من فوق من هنا هتشوفها بالشكل ده، دي اللي هي الايه؟ الريفوليوت جوينت. واكتب لي هنا هي 1 ديجري اوف فريدم. هنتكلم عن ايه الديجري اوف فريدم دي او درجه الحريه دلوقتي، تمام؟ ده بالنسبه للريفوليوت جوينت. بريزماتيك جوينت او الترانسليشنال جوينت او اللينير جوينت اللي هي بالشكل ده، لو انا عندي لو انا ثبت ده اللي جوه ده لو اتحرك لبره ولجوه الجوينت دي هيبقى نوعها ايه؟ الجوينت اللي هي ناشئه بين الاثنين هنا هيبقى نوعها بريزماتيك، والعكس العكس لو انا ثبت اللي جوه وحركت اللي بره عليها تدي لي ايه؟ نفس البريزماتيك موشن، تمام؟ ده بالنسبه للجوينت اللي هي البريزماتيك، وبرده تديني 1 ديجري اوف فريدم. وعلى ذكر الديجري اوف فريدم، ايه هي الدرجه الديجري اوف فريدم دي؟ اللي هي درجات الحريه. بمعنى لو انا جيت ارسم ثلاث ابعاد اللي هم اللي احنا بنتعامل معاهم اللي هم الاكس والواي والزد، ايه الديجري اوف فريدم اللي اقدر احققها في الوضع الطبيعي خالص؟ ممكن اتحرك في اكس فدي واحد، سواء بقى
اتحرك ترانسليشنال يمين وشمال، ممكن اتحرك اتجاه واي يبقى دي 2 يمين وشمال، ممكن اتحرك باتجاه زد اب وداون يبقى دي 3، ممكن الف حوالين الاكس سواء برضو هلف هنا ناحيه بالموجب او بالسالب يبقى دي 4، نفس الكلام هنا هلف حوالين الواي سواء يمين او شمال يبقى دي 5، وهلف حوالين الزد يمين او شمال يبقى دي 6. يبقى دول كده الايه ال 6 ديجري اوف فريدم. هل في اكتر من كده؟ هو انا مش ده شكل 3 دي، انا دلوقتي ما خدتش غير المحاور بتاعته بس. طيب ما انا ممكن اخد نقطه بين النقطتين دول بين الاكس والواي واتحرك فيها واعمل فيها روتيشن، ادي كده عملت ديجري اوف فريدم ثاني، او اتحرك فيها ترانسليشن عملت ديجري اوف فريدم جديد، وهكذا. ممكن بقى يعني انت لو احنا امسح فريت قلت لك ده الانفلوب كده، او اللي هو في الاكس للواي وادي الزد، انت تقدر تعمل في المحيط اللي جوه ده كله تقدر تنفذ حركات دي كده ديجري اوف فريدم وهكذا. فاحنا اما تيجي حد اما حد يكلمك يقول لك ايه أي طب الروبوت اللي انت عامله كام ديجري اوف فريدم، تبدا تشوف هل الروبوت يقدر يتحرك اتجاه الاكس روتيشنال اتجاه الاكس بريزماتيك يبقى كده 2 ديجري اوف فريدم، يقدر يتحرك في الواي روتيشنال وبريزماتيك، لو يقدر ينفذ حركه واحده يبقى كده 3، لو نقدر ينفذ حركتين يبقى كده بقى عندك ايه 4 وهكذا. الجزء ده واضح؟ تمام؟ تمام. يعني ايه يا باشمهندس بريزماتيك دي اللي هي تبقى حركه لينير مثلا؟ البريزماتيك، ما انا قلت بص البريزماتيك، البريزماتيك دي لا اما هتلاقي اسمها ترانسليشنال او بريزماتيك او لينير، تمام؟ الثلاثه دول اي اسم من الثلاثه. الريفوليوت دي ممكن تلاقيها اسمها ريفوليوت او روتيشنال، تمام؟ اي حركه من او اي اسم من الاسماء دي. تمام؟ اسمعي ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس تمام. طيب بالنسبه للسلندريكال اللي هنا ده، قال لي انا ممكن اتحرك الف ايه؟ السكرو، ماشي ماشي. السكرو هنا ايه الحركه الوحيده اللي هو يقدر يعملها؟ لو اللي بره ده ثابت هيلف يعني حوالين انا حاطط هنا مش اللي هو انا عندي الاصفر هو اللي بيتحرك صح؟ لا، ما هو دلوقتي الاصفر ماشي، لو احنا نثبت واحد فيهم، لو اعتبرنا ان ده الجراوند تمام وده اللي ماشي. بيتحرك جواه، هيبقى ده بيتحرك ايه؟ حوالين المحور وليكن نفسه بيروتيت حوالين محور الاكس مثلا، يبقى ده حوالين 1 المحور ديجري اوف فريدم. 1 ديجري اوف فريدم تمام؟ تمام بس معايا ولا ايه؟ تمام اثبت واحد اشوف التاني هيتحرك هيقدر يعمل كام حركه. طب مع اللفه بتاعت السكرو دي مش هيتحرك يمين وشمال؟ ايه اللي هيتحرك يمين وشمال؟ السكرو اللي هو الجزء الاصفر السكرو دلوقتي انا بقول لك لو انا ثبت الازرق ده يعني ده مش هيقدر ده اللي يتحرك ترانسليشن، يعني ده بالنسبه لده يتحرك ترانسليشن، فاهمني؟ ايوه خلاص يعني لو انا جيت قلت لك ده اللي هيبقى ثابت تمام وده اللي هيتحرك عليه، ده ثابت في مكانه بس بيعمل حركه ريفوليوت، ده بالنسبه له بيتحرك ايه ترانسليشن او انت لينير، لينير تمام فاهمني؟ فهمت. طيب بالنسبه للسلندريكال نفس الكلام، ايه اللي اقدر اعمله هنا؟ ممكن دي تتحرك كده صح، وممكن تتحرك كده، لان دي ذات نفسها دي بتتحرك حركه فري، يعني انا حتى لو ثبتت ده دي تقدر تتحرك كده وتقدر تلف حواليه، تمام؟ يعني دي زي الصامولة والمسمار كده. زي الصامولة والمسمار، بس دي مش صامولة ومسمار، ده هنا الحركة فري، يعني انت هنا لو ثبتت واحد فيهم تقدر تتحرك تاني عادي، ده الصامولة والمسمار اللي هو هنا ده 1 ديجري اوف فريدم،
اللي هو هنا السكرو اهو. لكن دول ممكن حاجتين يتحركوا في نفس الوقت. بالظبط، هجيب لك دول دلوقتي وهنشرح دول، يعني دول بيحلوا مشاكل كتير. سلندريكال ده زي حاجه اسمها اللينير جايد والبول بيرنج. تمام، بدأنا دلوقتي عرفت ان هو ايه 2 ديجريز اوف فريدم، يعني يقدر يعمل حركتين بس من الحريه. طيب بالنسبه للسفيريكال، السفيريكال دي قال لي تقدر تعمل 3 ديجري اوف فريدم. لو انا ثبت دي ممكن تلف كده صح، وممكن تلف كده، وممكن تلف كده. الناس معايا؟ زي ايه؟ تمام. زي ماشي. ايه؟ زي البلي اللي في ازاز الريحه. زي ايه؟ البلي اللي بيبقى موجود في ازاز الريحه كده، في ازاز ريحه بيبقى فيها بتاع حركه دائيه، مثلا يعني بتاع مدوره بالظبط فيها. ده برضو ده مثال. في حاجات تانية اللي هي بتبقى موجودة، لو حد شاف مواتير، المواتير اللي هي النيوماتيك، لو حد فتح مواتير نيوماتيك او هيدروليك، في البيستونز ذات نفسها بيبقى عليها بليه زي دي اللي بتتحرك فيها. هحاول اجيب لكم مثال تشوفوه برضه. تمام، تمام بس معايا ولا ايه؟ تمام طيب يبقى ده كده 3 ديجري فريدم. طيب بالنسبه للبلانر ده ممكن اتحرك يمين وشمال صح، وممكن اتحرك في الاتجاه ده، ممكن اروتيت على البلان اللي انا موجود عليه. هو الجزء الاخضر ده هيلف، يعني لو انا ثبت الاصفر والجزء الاخضر اللي فوق الجوينت الخضر اللي فوق هي اللي بقت بتلف. الجزء لو الاخضر انت اللي فوق ده احنا بافتراض ان هو دلوقتي فري، يعني مفيش حاجه مثبتاه. يعني ممكن ما يكونش الاثنين، يعني الاثنين يكونوا على مستوى بعض ملتصقين، ممكن يكون في بينهم مسافة. لا هما دلوقتي الاثنين ما هو سواء الاثنين على مستوى بعض متصفين او في بينهم مسافه، باعتبار ان الاثنين المسافات بينهم بيكسل برضو عشان نبقى في. يعني انا لو جيت ثبت ده وبقول لك ده، دي مثلا كوبايه، حلو، دي ماشي كوبايه، انا اغير اللون بتاعها، دي كوبايه محطوطه هنا كده على الترابيزه. بقول لك ما تقدريش تحرك ترفعي الكوبايه دي لفوق، هي ثابته على الترابيزه. تمام، ماشي تمام. ايه الحركات اللي تقدري تعمليها؟ تقدري احركها تجيبي يمين الكوبايه كده وشمال. او كده صح، اه تقدري تجيبيها كده او ترجعيها كده. لكن بقول لك انت ما تقدريش، انا اعمل لك هنا اهو، في هنا فريكشن بينهم او الاثنين ملتصقين، ما تقدريش ترفعيه. في ايه تاني الحركه اللي ممكن تعمليها؟ ممكن تلفيها وهي مكانها على الترابيزه صح. تمام ايوه وصلت؟ اتخيلتها تمام. على ذكر الديجري اوف فريدم دي، لو انت بتدور على حاجه اونلاين او حد بيسيرش مثلا في ميكانيزم او حاجه ميكانيكيه، ممكن تلاقيه بيقول لك اوصف لي الديجري اوف فريدم ذات نفسها. بمعنى وصف الديجري اوف فريدم، مش احنا قلنا الديجري اوف فريدم ده اللي هو عدد درجات الحريه ده كنمبر. طب كوصف بقى، الحركه دي بريزماتيك ولا لينير ولا روتيشنال وهكذا. يعني مثلا لو جينا على الريفيو دي هتقول له 1 ار، يعني درجه واحده بس من الحريه ريفولوشن. طب هنا واحده بريزماتيك او لينير. تمام، طب هنا 1 بريزماتيك، هنا هتقول له 1 روتيشنال 1 بريزماتيك، هنا ممكن تقول له ار 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 او 3 ار، يعني الثلاثه روتيشنال. هنا ممكن اقول له 1 ار و 2 بريزماتيك. لحد دلوقتي في مشكله؟ كل الناس لو حد اخذ تمام. روبوتكس الكلام ده يكونوا درستوه. انت معايا ولا ايه؟ ايوه تمام يا باشمهندس. طيب بعد كده الـ types of poly and bell.
بس موضوع البولي والبلت ده يعني موضوع طويل طويل بمعنى كلمة طويل يعني، وفيه كلام كتير. فانا انا حاطط لكم اللينك اللي هو موجود هنا ده ستيودنت ليسون، هخش عليه هتلاقي بقى الموضوع مشروح باستفاضة تمام، وليه كل نوع احسن من التاني والكلام ده. بس انا خليني اقول لك هي اللينكات اللي حضرتك بتقول عليها دي حضرتك حاططها فين؟ في الشات ولا فين؟ عشان اللينك موجود في البرزنتيشن اهو، في البرزنتيشن حضرتك تدينا البرزنتيشن يعني. ايوه ايوه هنزل هديلكوا البرزنتيشن دي على طول. تمام تمام يا باشمهندس، هتنزل لها البرزنتيشن والريكورد برضه عشان لو النت بيقطع اه ساعات ان شاء برضه. الله. تمام مش مشكلة. تمام لسه كله كده لحد دلوقتي، في اي مشكله؟ تمام يا باشمهندس، انا عايز برضو ايه اشير معاك، ناخد نبذه كده. اقول له شير سكرين. ماشي طبعا، انا يعني مش عارفه تبقوا شايفين الكلام اللي مكتوب ده ولا لا. حاول ازوم كده. تمام، المقال ده مكتوب في 2020 8 نوفمبر 2020. تقرا طبعا كاتب لك بقى كل حاجه، تايبس اوف بولي والتايبس اوف بيلت، وليه بنستخدم النوع ده. هو برضو انا عايز برضو اوضح حاجه، ده في نقل الحركه او في نقل الباور قلت بستخدم ايه الميكانيكا. في الكهرباء انا عارفين في الكهرباء بنستخدم الواير، يعني لو احنا جينا كده هنا يعني عشان احنا جينا هنا يعني ماشي، لو احنا جينا قلنا في الالكتريكال شير معاكم ثاني شير سكرين. امسح ده هنا، قلت اقول في الالكتريكال سيستم عشان اعمل باور كونسومشن استخدم ايه، او باور ترانسميشن. استخدم واير. طيب في الميكانيكال في الباور ترانسميشن هتلاقي حاجات من ضمنهم كان الجير اللي اتكلمنا عليه، ثانيهم هتلاقي البولي، البولي اند بيلت. البولي والبيلت ده اللي هو البيلت اللي هي السيول، والبولي ده اللي هو بيسموها بالعربي التمر. لو انت هتشتري من عند حد شغال في السوق او كده هم عارفينها بالاسم ده. طيب زي ايه؟ لو سعادتك جيت كده غسالة، أي غسالة فتحتها يعني، حاولت تعمل جريمة قبل كده وفتحت غسالة، تلاقي الموتور بتاع الغسالة بالشكل ده، في الشافت طالع، في حاجة كده زي ما تقول دايرة، بس في إيه؟ يعني أنا هحاول أعمل كده، تبقى عامل بالشكل ده. تمام، وده السنتر بتاع الايه، يعني لو احنا افترضنا ان ده الموتور اهو، ده اللي انت هتبقى شايفه حاجه على شكل حرف V كده، اللي هي الدايره دي، حرف الفي ده انت هتبقى شايفه هنا. يعني احنا كبرنا دي كده شايف حرف الفي في المكان ده، وهنا بيبقى راكب سير، يعني السير بيبقى راكب هنا كده، وهتلاقي فيه واحده كمان وطلع هنا الايه المروحه بتاعت الغساله. تمام، يبقى هو هنا كل اللي عمله ادي الموتور وليكن كان اي سي موتور، وهنا دي كانت البولي، وده بولي تاني. طبعا مش هنقول بقى يعني هنا برضو البولي ده بقى متسبب بيرنج جوه، ده حله الغساله اهي. تمام،
وتحط بقى الهدوم بتاعتك، تحط اي حاجه، وهنا في بيرنج متثبت فيها. كل اللي انا عملته حطيت هنا البلت او السير ده عشان يعمل لي ايه؟ نقل حركه، او يعمل لي باور ترانسميشن من الحركه ميكانيكال، لان هنا انا خلاص جزء الالكتريكال ايه اللي حصل؟ الكهرباء دخلت الكتريكال اهي، طلعت لي هنا ميكانيكال، دي بقت ميكانيكال موشن. طيب الميكانيكال موشن لما طلعت دي عملت فيها ايه؟ حولتها بسير لميكانيكال موشن ثانيه. بس لو هنا مثلا لو افترضنا ان دي كانت 1000 ار بي ام وانا نقلته على ترس اصغر، هنا هتبقى كام؟ وليكن هنقول الريشيو بينهم 10 مثلا، المفروض ان السرعه اللي تبقى طالعه هنا تبقى 10000 ار بي ام، وانا عندي حاجه كبيره وليكن هنعتبرهم ان هم ترسين مثلا، ده ترس كبير وده ترس صغير. لو قلت لك ده 10 سنون وده 100، عشان اخلي ده يتحرك 1 ار بي ام اخلي ده يتحرك قد ايه؟ ال 10 سنون من ده كام؟ يعني ال 10 لفات من ده يعني اهو 100 هيدوني كام؟ لما ال 10 يدوني 10 لفات، ال 10 يدوني لفه واحده، ال 10 سنون يدوني لفه واحده، يبقى انا لو جيت تحسبها هتلاقي يقول لك 10 ار بي ام، يعني ال 100 سنه هنا هيدوني 10 ايفوليوشن بير مينت. يبقى انا لو عملت لفه واحده اللي هو ال 100 دول اللي هم الار بي ام هيدوني كام؟ 10 ار بي ام، يبقى ده الترس الكبير. طب العكس، لو انا هعمل درايف بده بده عشان الف في ده لفه واحده محتاج الف في ده كام؟ 10 لفات. نفس الكلام يا باشمهندس، معلش، هو انا استخدامي للطنبوره في الغساله او كده او في اي استخدام، هو استخدامها الوحيد ان انا عشان بس يعني اغير السرعه وكده، ولا طب ما انا كنت ممكن اخد من الاي سي من الموتور على طول او كده اخده على انا انا على لسه. تمام بص، اقصد ان انا كنت ممكن اخد من الماتور على طول اوصله على اللي هو على الحله بتاعت الغساله على طول، ليه اللي انا أصدق. دخلت طنبوره في النص، يعني ايه الفايده؟ فاهم قصدي. وانا لما عملت باور ترانسميشن هنا، هل اللود بقى محطوط هنا على السنتر بتاع الموتور؟ يعني هل دلوقتي لا. الهدوم بقت متوصله على الموتور دايركت؟ لا، الوزن كله اللي جوه بقى محطوط فين؟ ودي نقطه مهمه جدا 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 جدا، اللود كله بقى محطوط على البيرنج اللي هنا، محطوط على البيرنج كمان، يعني مش محطوط على دي، مش محطوط على البول اللي هنا، محطوط على البيرنج اللي شايل ده كله، لان البيرنج متثبت في الحله، فالاوزان كلها دلوقتي محطوطه على البيرنج، لان ببساطه لو انا فصلت السير اللي تحت ده الاوزان وكل حاجه تفضل موجوده زي ما هي، حاولت احركه بايدي هيتحرك عادي، فاهم قصدي؟ فده السبب ان انا بستخدم ايه؟ بستخدم ده. انت بتقول لي بقى بستخدم ده ليه؟ بستخدم ده عشان ما يبقاش فيه دايركت كونكشن بيني وبين اللود، يا عم دلوقتي مش هخلي اللود كله مرمي عليا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انا محتاج اخلي الدرايفر في مكان والدريفن في مكان ثاني، ده الدريفن. تمام؟ مثال في المصانع مثلا، مش شرط عشان اشغل خط الانتاج ده وليكن ده خط انتاج اهو، ان انا احط الموتور جنبه هنا، ممكن احط الموتور هنا وانقل بتايمنج بيلت او بقى انقل مثلا باي نوع من انواع البيلت الحركه. تمام معايا ولا ايه؟ تمام، يعني هو فائدته ان انا بنقل الحركه عشان ما يبقاش اللود على الشافت بتاع الموتور ذات نفسه مباشر. اللود، وفي نفس الوقت لو انا عايز اعزل الدرايفر عن الدريفن، ولو بستخدم مثلا احجام او اوزان ثقيله زي ما قلت لك، هيبقى في برضه هنا نفس الكلام، بيرنج جوه هيبقى شايل الوزن كله اللي محطوط هنا. تمام. طيب هو دوت ما يقللش من القدره، يعني مثلا انا مشغل الموتور بمسافه من اللود، ده ما يقللش القدره، يعني الحاجه القدره اللي طالعه من الموتور وقفت تتنقل للحاجه الثانيه ديت، هي نفس القدره اللي كانت على الشافت في وقتها برضه؟ لا، هيحصل فقد ليه بقى؟
هيحصل الفقد، لان انت على طول السير ده مش هيبقى مشدود، مش هيبقى مشدود كده ستريت دايما، بيحصل حاجه اسمها وير اند تير، اللي هو بيحصل شد وارتقاء السير ذات نفسه وانت شغال، فاهمني؟ يعني ممكن تلاقي الناحيه اللي تحت دي مرتخيه والناحيه اللي فوق مشدوده، لان انت مثلا الحمل عايز دايما باور تشغله، وهنا شغال دايما في الاتجاه ده، والعكس ممكن تلاقي اللي تحت ده هو اللي مشدود وهنا مرتخي على حسب فرق السرعه بينهم، فاهمني؟ تمام ده تمام ممكن يعني في ده يعني برضه بيحصل، تشوفه. يعني بيحصل مفاتيح بس يعني. اي حاجه لازم، ما فيش حاجه ايديال يعني، اي حاجه لازم لا تكون يعني انا مظبوطه. اقصد ان انا لو كنت موصله مباشر ما كانش هيحصل مفاتيح دي، فانا لا ما عشان اخد هيحصل برضه، الميزه ازاي؟ الثانيه ازاي؟ يعني يعني، لو انا انت موصله مباشر مش اقصد هيحصل لو فقد هو ازاي؟ مواصل مباشر كان مثلا الفقد هيبقى اقل من ان انا احطه بعيد وانقلب بولي وكده. لا بالعكس، انت لما تحطه مباشر الفقد هيبقى، الفقد هيبقى اكبر. ليه؟ انا قلت لك دلوقتي ان انا احط الحاجه كده دبولي واخلي اللود كله متوزع على حمل هنا زي البيرنج ده وانقل له الحركه، ولا احط الموضوع ده كله مباشر على الاكشويتور بتاعي؟ الباور لوسز هتبقى اكبر، لان انا هنا بعمل تورك، بعمل تورك على الشافت اللي موجود هنا ده، ولكن هو يقدر يشتغل بواحد اقصى حاجه 1 كيلو جرام، وانا حاطط له 10 كيلو، هنا مش هيقول لي حاجه، يعني هنا هيشتغل ممكن السرعه يبقى بطيئه شويه، انما لو عملت الموضوع ده هنا مباشر على الموتور ده، الموتور ده يتحرك، فاهمني؟ تمام. ده برضو بتشوفه فين؟ في البتاع ده، الافران بتاعت العيش، تلاقي برضو بقى في ترس كده، في جنزير، ترس تاني، تلاقي الموتور بيتحرك بالراحه جدا، او مثلا الموتور اللي هنا بيتحرك موتور صغير، وهنا مثلا موتور كبير بيتحرك بالراحه جدا، وجوه ده بيعمل درايف لايه؟ مثلا الحاجه اللي محطوط عليها العيش. السبب ان هنا مثلا ده الكتريكال وده هنا درجات حراره عاليه، هل هينفع كنت احط الموتور هنا مباشر في الفرن؟ ما ينفعش، عشان درجه الحراره دي ممكن تعمل لي انهيار للبتاع ده، للالكتريكال ايزوليشن اللي موجوده جوه في الموتور ده نفسه. هو الموتور عباره عن كويلز، وكل كويل معزول بينه وبين الثاني، تمام؟ تمام لحد تمام دلوقتي يا في مشكله؟ باشمهندس. لا تمام خالص، تمام. ماشي، نرجع تاني كده نستنى. بولي انت جيت تشوف بقى هنا، وبيقول لك الابلكيشن بتاعت البيلت اند بولي ده بيعمل نقل حركه، كاتب بقى ايه يعني، هو شرح باستفاضه، تمام؟ انواع البيلت وانواع البولي اهو، زي ما قلنا ادي عندي ده البولي درايفر وادي الدريفن، عندي بيلت اهو وادي البولي الاولى وادي البولي الثانيه، وهنا بولي ده الموتور، تمام؟ التايبس اوف بولي بيقول لي اوبن بيلت درايف. اوبن بيلت درايف ده يعني انا عارف المسافه بين التو بولي، وانا طبعا شارح لك هنا، انت عارف المسافه بين التو بولي ومستخدم السير والاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه، هل ممكن يبقى الدرايفر شغال في اتجاه والدريفت شغال في اتجاه ثاني؟ اه، حاجه اسمها كروس بيلت درايف، دولت ممكن تبقى عامل عكس حركه. الفاست اند لوز كون دول ده نوع تاني برضو من انواع البولي، الستيب دو كون ده نوع تالت، وهكذا، كومبلكس بولي، كومباوند بولي، هتلاقي بقى انواع البيلت، ده اللي مهم بالنسبه لنا، تمام؟ على ذكر البولي هنا، في نوع كمان اسمه التايمنج بولي، ده بيبقى فيه سنكرونايزيشن او فيه تزامن، تمام؟ بين كل، بيبقى متقسم لاسنان وبين كل سنه والثانيه مثلا، وليكن انا عارف ان السنه 2 مللي، فانا هقول له لما يتحرك مثلا 1 ار بي ام وهو 20 سنه، سنه 2 مللي يعني اللفه الواحده هتعمل لي 40 ايه؟ مللي، ده ببقى عارف المسافه اللي هو اللي هيحرك بولي، ده اللي هو التايمنج بولي. طيب بالنسبه للبيلت، تلاقي بيقول لك في الفلات بيلت اللي هو بيبقى سير مسطح، يعني ما فيهوش اي انحناءات، ما فيهوش اي كيرفات او الكلام ده. بالنسبه للفي بيلت اللي انا زي ما كنت بقول دلوقتي، اللي هو عامل حرف الفي، خلينا نيجي كده حرف الفي اللي انا كنت لسه بشرحه من شويه، ده اللي هو الفي بيلت. وكل واحد طبعا بيقول لك المسافه، ليه مسافات، مثلا هنا يقول لك مثلا من 5 ل 10 متر، هنا يقول لك مثلا اقل من 2 متر، ما ينفعش مثلا اقل من 2 متر او لا تتعدى 2 متر، وهكذا.
السيركلر بيلت ده بيبقى عباره عن سلندر، او اللي هو عباره سير دائري، هو عباره عن دايره ما فيهوش اي فلاتنس، يعني ما فيش اي حاجه في المسطحه. تمام. التايمنج بيلت ده وهو اللي مهم بالنسبه لنا. التايمنج بيلت نفس الكلام، بيبقى متقسم اكنه سير، اكنه جير، بس الجير ده مفرود. مفرود بمعنى الاسنان. خلينا نرجع بقى هنا اشرح لك برضه ايه جايب لك ده البي بيلت. تمام، اشرح لك بقى الكلام ده. خلينا نرجع ال شير سكرين وايت بورد. خلينا نعمل بقى كلير للكلام ده. بص، الفي بيلت بيبقى بالشكل ده، يعني ده الكروس سيكشن بتاعه. لو انت خدت قطعه كده او جبت سير وقطعته هتشوف الشكل ده. طيب بالنسبه للسيركلر، السيركلر هيبقى بالشكل ده، لو انت جيت قطعت منه قطعه كده هيبقى دائري. الفلات هيبقى بالشكل ده. طيب بالنسبه لل التايمنج بيلت، التايمنج بيلت احنا لو هنبص له ما ينفعش نبص له من الكروس سيكشن اللي هو الطول. يعني انا لو عندي ده السير اهو ما ينفعش اجي اقطع كده، لا انا هقول لك ادي السير اهو، وبدل ما انا هقطع كده لا انا هقطع كده عشان اشوف المقطع بتاعه. يعني لما اجي اشوف هلاقيه عامل كده. وهكذا. انا قفلت بقى ده كده. ممكن يبقى اوبن وممكن يبقى كلوز، يعني ممكن ده طبعا كله سنان من جوه. تمام. خلينا نتعامل مع النوع اللي هو الاوبن، اللي هو انت بتجيب السير مثلا تقول له انا عايز تايمنج بيلت، بيقول لك التايمنج بيلت اللي انت محتاجه ده كام سنه؟ ما هي دي سنه، المسافة دي هيدخل فيها السنة بتاعت ايه؟ لو انا جبت مثلا قلت لك ان ده جير اهو، وهكذا. قلت لك كل سنة من دول، يعني السنة دي هتبقى هنا، السنة دي هنا، ودي هنا. فانت لما تيجي تعد الاسنان بتاعتك وليكن دول 20، تمام؟ وكل واحدة من دول 2 مللي زي ما احنا كنا لسه بنقول دلوقتي. لو انا قلت لك ده التايمنج بولي ده شكله ايه؟ عامل كده بالظبط زي الجير، بس ليه ايدج. خلينا نجيب صورته احسن عشان تبقى اوضح. هات لي مثلا اقول له هات لي التايمنج. تايمنج بولي ده بقى ايه؟ احجام واشكال مختلفه. خلينا نشوف ده مثلا. تمام، شايف الصوره واضحه عندكم ولا لا؟ انا اكبرها. كده بقت واضحه اكتر. هنا ده شكل البولي اللي هي اللي احنا متعودين عليها، بس الشكل من جوه هنا بقى مختلف، بقى فيه تايمنج. بمعنى ان انا كل سنه من دول انا عارف السنه دي كام مللي، وبينها وبين السنه الثانيه ما هي دي 2 مللي، يبقى دي 2 مللي، دي 2، دي 2، وهكذا. انا عارف عدد الاسنان بتاعتي وهكذا. لما بعرف عدد الاسنان والتايمنج بيلت ذات نفسه عدد، عارف عدد الاسنان بتاعه، لو انا قلت له محتاج اتحرك 2 مللي هيلفف لي ده قد ايه؟ سنه واحده بس. اتحرك محتاج اتحرك 10 مللي هيلفه لي 5 سنون، وهكذا. ودي الفكره اللي قايم عليها كل حاجه تقريبا بنتعامل معاها، سواء 3 دي برينترز، سواء الطبعات، سواء الطبعات اللي هي بتاعت الورق يعني، سواء مكن السي ان سي. يعني الموضوع ده مهم جدا جدا في الحاجات دي. ده اللي بيعمل سنكرونايزيشن، وده اللي بيخليك تقدر تتحكم
في المسافه ذات نفسها اللي هتتحركها، ويبقى في تزامن بين الحركه اللي انت بتبعتها والحركه اللي الماشين بتنفذها، يبقى ده اللي هو التايمنج بولي. خلينا نشوف برضو التايمنج بيل. لو جيت تقرا بقى المفروض يقول لك البرودكت سبيسيفيكيشن بتاعته هنا البيتش 3 مللي، البيتش دي اللي هي بين كل سنايه والثانيه 3 مللي تمام، والسنايه برضو 3 مللي. هتلاقي هنا البيلت ويدث اللي هو عرض عرض السير ذات نفسه بيقول لك 9 مللي. البور سايز ده 6.35، ده اللي هو القطر الداخلي هو ده اللي هيثبت فيه الموتور تمام. هتلاقي فيه الاوتر دايمتر والانر دايمتر. يقول لك بقى الاوفر لينس بتاعه كذا، الماتيريال بتاعه الومنيوم، الكولر بتاعه سيلفر. بمناسبه ان احنا هنا على الموقع ده، موقع اوبن بيلز ده، ده هتلاقوا عليه تقريبا اي حاجه ميكانيكيه محتاجين تستخدموها. يعني ده واحد من المواقع اللي ممكن تستخدموه. الموقع الثاني اللي هو ماك ماستر. ماك ماستر ده يعني لو انتوا لو هتطلعوا بحاجه من السيشن دي كلها وطلعتوا بالموقع ده، ده هتلاقوا عليه بقى يعني التاني ده انت ممكن تشتري من عليه اللي هو اوبن بيلز ده. لو انت دخلت مثلا كده على اوبن بيلز سبورت، في هنا ستورز في مصر زي فيوتشر الكترونكس، تلاقوا عندهم المكونات اللي موجوده عند اوبن بيلز. تلاقي هنا بقى يقول لك سي ان سي، لينير ريلز، مش عارف ايه، اي حاجه انت محتاجها تلاقيها موجوده هنا تمام. بالنسبه للماك ماستر بقى الموضوع بياخدك اللي هو ايه، من حد ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه، ان انت تبدا تدخل لو انت عارف مثلا الحاجه بالشكل. يعني في الصناعه اغلب الناس لما تروح تشتري حاجه انت عارف الحاجه بشكلها. فليكن مثلا احنا دلوقتي بندور على البيرنج مثلا او البولي، اهو ادي البيرنج هنا اهو، فانا جيت ضغطت عليه هيبدا يقول لك بقى الانواع، الانواع بتاعت البيرنج ذات نفسها، بول بيرنج ولا بلين بيرنج ولا رولر ولا ماونت بيرنج وهكذا. يجيب لك كل انواع البيرنج اللي ممكن تتخيلها، ليد سكرو ده برضو بيستخدم في مكنه السي ان سي، مكنه 3 دي برينترز، نفس الكلام هنا اهو، كونفير بيلت، تنشنر، دول اللي بتثبت الانتاج ذات نفسها او السيور تمام وهكذا. الموضوع بقى ايه مش هتخلص، تلاقي بقى جايب لك كل حاجه عنه اللي هو من اول الماتيريالز اللي مختارينها، التصنيفات بتاعتها، الكلام ده تمام. خلينا احنا مثلا ابسط مثال رحنا على اللي هو البول بيرنج، تلاقي هنا يجيب لك برضه ايه بول بيرنج بس بيرمننتلي لوبريكيتد، يعني في ماتيريالز نفسها تعمل لوبريكيشن او تنزل لك الصدى او الحاجه اللي موجوده فيها، بريسيشن، هيكس الشكل بتاعه من جوه، الكتريكال انزوليتد وهكذا. كل بقى نوع من دول تدخل بقى تشوف انت الحاجه اللي انت محتاجها ايه. فلو انت بتدور على حاجه بروفيشنال قوي 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 يعني، او انت مثلا عارف الحاجه بالشكل فاهمني، هتخش هنا. بالنسبه للمقاسات ان دي بتبقى الحاجه اللي هي ايه مشكله بالنسبه لنا. انا مثلا دي انت بتدور عايز مثلا حاجه ستاندرد تمام، وانت عارف مثلا المقاسات بتاعتك، عارف الانر دايمتر محتاجه كام، او مش عارف، مش عارف هتدخل تخلي النظام بالمتر وتقول له والله عايز اعرف هل في حاجه الهاوسنج انر دايمتر بتاعها قال لك من اول 2 مللي لحد 290 مللي اللي هو لحد 29 سم تمام. وليكن الاستاندرد عندك هتلاقي الحاجات 8 مللي مثلا اللي هو الشافت بتاع الماتيريال اللي انت بتستخدمها ذات نفسها تمام. بيقول لك محتاج الويتس بتاعها قد ايه، احنا نقول له مثلا 4 مللي. فابدا يقترح لك بقى انواع تمام، يقول لك ان الانر دايمتر 3، لا عايزين نخلي غير الاوتر دايمتر ده بدل ما هو 8 هنرجع دي نقول له كتير. اختار تاني بقى تخلي نظام مترك، اختار مثلا الانر دايمتر 8 مللي والاوتر دايمتر، شوف مثلا الحاجه اللي مناسبه بالنسبه لك هتبقى كستاندرد موجوده ولا لا. انت بتصنع مثلا ماشين او حاجه دلوقتي
بتفكر تصنعها او بتفكر تصدرها بره مصر، انت بتدور على الحاجات اللي هي الستاندرد. هل الحاجه دي هتبقى موجوده؟ هل الناس اللي ممكن الحاجه دي ممكن تبقى موجوده في كميات؟ او وليكن مثلا هندخل على اي حاجه عشوائي النوع ده، تمام، انت ممكن تشتريه كمان. يعني انت هنا بيقول لك شوف انت محتاج كم قطعه منه، القطعه الواحده بيقول لك اهو القطعه الواحده سعرها 6 دولار وهكذا، ايا كان بقى الحاجه اللي انت محتاجها. اسمه ماك ماستر، ده اللي انت ممكن تلاقي عليه اي حاجه ممكن تتخيلها او ما تتخيلهاش كمان عادي. تمام، خلونا نرجع بقى للموضوع بتاعنا. شير يعني طيب احنا كده خلصنا الجزء ده. قلنا التايبس اوف بيرنج، برضه حطيت لك انا ما اقدرش اغطي كل حاجه خاصه بالبيرنج، فانا برضه حطيت لينك الموقع تاني اخش عليه. عايزين اشير لكم اللينك، او شير سكرين معاكم. شير تمام، ده الموقع. تلاقي عليه بقى بص من يعني ايه اصلا بيرنج وليه بيستخدم والكلام ده كله، الانواع المختلفه منه. ده اللي هو النوع العادي اللي هو الديب جروف، ده اللي هتلاقيه منتشر قوي في مصر، هو النوع اللي هو البول بيرنج. البول بيرنج ده كاتب لك امتى تستخدم ده وامتى ما تستخدمش ده وهكذا. ده نوع تاني، نوع تالت. تمام، يعني انا غصب عني ان انا ما اقدرش اغطي الحاجات دي كلها. ده الفلويد بيرنج، لو انت حد بيستخدم فأ هيدروليك بقى او نيوماتيك او الكلام ده. هيدروستاتيك بيرنج برضه نفس الكلام اهو، ده بقى يعني زي ما تقول بيعملوا سيميليشن لموتور او كده، اللي هي الماجنتيك بيرنج دي. بس تقرأوا بقى الموضوع ده، انا سيب لكم برضه اللينك بتاعه، هتستفيدوا منه كتير يعني ان شاء الله. انا عايز ارجع اودينس فيو. تمام، ده الجزء اللي هو الأخير. احنا قلنا اتكلمنا عن البيرنج وأنواعها وهتشوفوها في اللينك. problems to discuss بقى، المشاكل اللي الناس بعتتها. عايز اشوف كده المشاكل اللي الناس بعتتها. هنا شير معاكم كده سكرين دي بقى مش شير. حد كان كاتب لست السنة الأخيرة، أحمد أشرف. ماشي، طيب خلينا ناخد ده. ده أحد الحاجات اللي حد كان باعتها، ارم روبوت. فانا يعني بافتراض ان هو عايز يفهم فكره الارم روبوت او هو شغال ازاي كميكانيكا، فاحنا خلينا نقول ان الحاجات اللي احنا شرحناها يعتبر غطت الاجزاء اللي بتتسال. بس خلينا برضو ناخدها ايه بالتفصيل. لو احنا جينا من تحت كده من البيز اللي هي موجوده تحت، الحركه هنا ايه؟ روتيشنال. تمام، يعني انا حاسس ان الناس نامت مش عارف ليه. موجودين يا جماعة ولا ايه؟ موجودين موجودين جدا يعني. ماشي، الحركة اللي تحت هنا دي ايه؟ حركة روتيشنال، يعني الروبوت هيتحرك يلف سواء يمين او شمال. طيب دي ممكن تتنفذ بايه من اللي احنا كنا لسه شارحينه؟ ممكن تتنفذ يبقى في بيرنج في النص، وانا مثبت الجزء اللي فوق ده على البيرنج والفف البيرنج بس من تحت. ده حل. الحل التاني ممكن اعمل شافت للجزء اللي فوق ده واثبت عليه جير، وتحت يبقى فيه جير تاني باكشويتر او بموتور،
احرك الموتور اللي تحت ده يحرك لي الجير، والجير يحرك الجير اللي فوق فيلف الجزء اللي فوق ده. ده حل. الحل الثالث ان انا استخدم تايمنج بيلت، احط تايمنج بولي فوق وتايمنج بولي تحت واربط بينهم بتايمنج بيلت. ده حل ثالث. الحل الرابع ان انا ممكن استخدم اللي هو الانر جير، ان انا احط جير على الجزء اللي فوق ده كله او اثبته في الجزء اللي تحت واخلي الاكشويتر في الجزء اللي فوق، ولما الاكشويتر يلف بالترس الصغير هيتحرك على الايه الاوتر جير اللي متثبت حواليه من بره. لحد دلوقتي في مشكلة؟ ناس معايا ولا ايه؟ تاني كده الحتة معاك اللي هي بس مش فاهمين قد كده. ازاي؟ طيب ما انا ما انا طب لما يكون في حاجة عادي افتحوا المايك وقولوا لي في مشكلة مش فاهمين الحتة دي. ماشي تمام. خلينا يا الاودينس خلينا نرجع كده. شايفين الجير اللي هنا ده؟ الجير اللي تحت خالص ده اللي عليه الماوس ده. تمام. مش ده جير اسمه انترنال جير صح؟ ايوه لو انا ثبت ده في الجزء اللي فوق، يعني الروبوت كله خليته متثبت في ده القاعده بتاعت الروبوت دلوقتي. تمام؟ ده البيز بتاع الروبوت ده اللي هيبقى البيز صح كده؟ بالظبط. اه ماشي وجيت في الجزء اللي تحت حطيت جير تاني صغير يبقى راكب على راكب من جوه بحيث لما يتحرك يعمل لي درايف لده حواليه من بره. هل دي فيها طب ليه مشكلة؟ احط جير من جوه؟ ليه احط جير من ليه جوه؟ ايه؟ ليه احط جير من جوه؟ ليه مثلا ما احطش موتور او احط اي حاجه تانية تديني حركه؟ مش انا كده كده الهدف ان انا احرك البيز من الاخر واحركها ايوه ما انا عايز وتشنق. احرك البيز وفي نفس الوقت ما اعملش ما بذلش طاقه كتير عشان اقدر احرك الموضوع ده، لان الارم روبوتس دي بيبقى عليها احمال كبيره جدا. ماشي وصلت الفكره؟ يعني هي عشان عليها احمال كبيره جدا ما ينفعش احط فيها مصادر طاقه كتير. ما هو احط مصادر طاقه كتير هتسحب باور قد ايه؟ يعني انا عشان اجيب مثلا فرضا عشان اعمل روبوت يشيل 90 كيلو مثلا، ماشي 90 كيلو دول بيبقوا مقدرين. خلينا نجيب الصورة دي صح؟ يعني أنا برضه أنا كنت يعني عامل حساب في السؤال زي ده. مثلا صورة زي دي، ده ماشي روبوت لاي بي بي. تمام. الروبوت ده تمام كل اللي يقدر يشيله هم 6 كيلو، البي لود او الحمولة بتاعته اللي يقدر يشيلها 6 كيلو. ماشي تمام. تمام بس هنا انا لما باجي احسب ما بيحسبش بقى على ايه، ما بيحسبش على الحاجة اللي انا هشيلها بس، لا ما هو انا الحاجة اللي انا هشيلها دي هو الجزء اللي هنا ده، الارم اللي هنا ده مش يعتبر بيتبذل عليه تورك او عزم، والعزم بيساوي ايه القوه تزرعها. طيب بزرع. القوه، ما هي القوه اللي انا هحطها اللي هي اللود اللي هو 6 كيلو، والحمل هنا هيتضرب في القوه دي فيديني هنا شوف انا محتاج كام كيلو. حتى هو هنا كاتب لي هنا ايه البيلود 6 كيلو. بعد كده لينك تاني قال لي عند الجوينت دي احتاج لود، احتاج حاجه تقدر تشيل لي لود لحد كام، 10 كيلو. طيب لما انزل تحت هنا قال لي هيبقى ايه الارم ده محتاجه من 5 ل 15 كيلو.
الاكيويتر اللي هيبقى بيحركه هنا. طيب لما انزل للبيس تحت خالص قال لي المينيموم هيبقى 15 كيلو اللي هو كاتبه هنا ده 15 كيلو جرام، ده ميز. القدره بتاعت الاكشويتر ذات نفسها. مه. وبرده ده مش متوصل مباشر. طيب فلنفترض بقى ان احنا هنوصل ده مباشر، يبقى انا يعني الريشيو اللي معموله دلوقتي بين التورك اللي الموتور بيطلعه بين التورك اللي الروبوت محتاجه هتبقى كلها محتاجها في الموتور. يعني مثلا لو انا محتاج 100 كيلو عشان احرك الروبوت محتاج اجيب موتور العزم بتاعه يكون 100 كيلو. بيكون كام كيلو ده؟ 100 كيلو. انا بقول فرضا لو الروبوت محتاج حاجه العزم بتاعها يكون مثلا اقل من 100 كيلو، حوالي 80 كيلو مثلا. ماشي. انا لما اروح اجيب موتور ما اروحش اجيب العزم بتاعه اقل من اللي انا محتاجه او قد اللي انا محتاجه بالظبط، اجيبه 90 او 100 مثلا عشان يحركت بقيه الجوينت اصلا وبقيه الحاجات. يقدر يعمل اللي هو يبقى ويز ستاند، يعني يقدر يتحمل لو انا زودت عليه اكتر من كده. تمام ماشي. تمام تمام. بس انا في عندي سؤال اللي هو اللي هو ده سؤال الميكانيكي، انا عايز اسال في الكهرباء، يعني انا الروبوت دلوقتي مصدر الطاقه بتاعه هيكون داخل له ازاي؟ هيدخل له منين؟ مصدر الطاقه بتاعه، ما هو الكابل اللي موجود هنا ده ايه؟ في كابل هنا تحت اهو. ايوه تمام. ودايره الباور برضو بتكون على التروس ولا بتكون بقى في الجزء لا، التاني اللي هو الابيض اللي بيبقى الجديد؟ طالع من الروبوت كله، اللي طالع من الروبوت هي لا اما بتعمل له لوحه كنترول خاصه بيه ويبقى داخل له الوايرز بتاعت الاكشويترز بس. تمام. تمام. لان لو انا حطيت الدرايفرز جنب الموتور ممكن النويز اللي الدروس هتعملها او الموشن ذات نفسها بتاعت الروبوت تعمل لي فيها مشاكل. ايوه وصلت الفكره. دايما بتبقى مسحوبه بره، بتبقى مسحوبه بره الروبوت خالص ومعمولها له كنترول كامل. تمام. يعني الكنترول بتاعته بتكون بره والكهرباء اللي فيه بس هي عباره عن بالظبط طلع الواير بتاعت بس. الاكشويتر. بتاعت الواير بتاعت الاكشويتر. الاكشويتر، ولو في سنسورز اكيد بيبقى في سنسورز. ايوه تمام. ايوه طيب ده بالنسبه للجزء. احنا فين الاسئله؟ فين السؤال؟ ده بالنسبه للجزء اللي تحت. طب هل في مشكله دلوقتي؟ انا فهمت اقصد ايه ولا لسه؟ هو انا الجزء اللي فات فهمت، بس يعني انا اقصد ان هو برضو كده احنا هنحط ترس اللي هو اللي بيبقى عنده تروس داخليه دوت، وده تمام. اللي هيبقى متشال عليه الجسم كله الروبوت كامل، وجواه هيبقى فيه لا ترس صغير. امال في حاجه ايوه مش احنا قلنا البيرنج ده اساسي معايا في كل حاجه؟ ها يعني انا يعني الجسم كله يعني على اللود ده بيرنج، كله هيبقى والبيرنج محطوط على دوت بيرنج والبيرنج بالظبط. دوت داخل يعني التروس ديت اللي هو جوه الانر داخله جوه البيرنج ده. بالظبط الشافت بتاعها هيبقى معدي من البيرنج وانا باكتف بس الشافت او بلف الشافت ذات نفسه. تمام. وانا بقى باخد الشافت بتاع الماتور ذات نفسه ببيرنج صغيره بتبقى جوه البيرنج ديت، اللي هي البيرنج الكبيره دي بتلف في البيرنج الاكبر منها اللي بتلف في الروبوت كامل. بص البيرنج في واحده بتبقى ثابته وواحده بتتحرك. جميل. تمام. وليه قطرين، قطر خارجي وقطر داخلي. خلينا نجيب كده صوره بيرنج. انا اجيبه لك. ماشي هو جاب لي بيرينج اهو. واخد بالك ان الصورة هنا مش عارف انت شايفينها بتتحرك ولا لا. تمام شايفين. تمام. هو هنا بيوري لك توزيع الحرارة ذات نفسه وازاي عليه، انما ده البيرنج العادي هو بيلف، اللي جوه ثابت واللي بره بيتحرك عشان في بلية بينهم. معايا؟ تمام. طيب لو انا جيت اللي بره ده ثبتت فيه الجسم اللي فوق، حلو؟ تمام. وجيت الجسم اللي تحت ده ثبته، يعني الانر دايمتر بقى ثبته في الجزء اللي تحت، يبقى كده ايه؟ كده الجسم هيبقى متشال على الخارجي بتاع البيرنج دوت، والداخلي بالظبط راكب فيه التروس. بالظبط.
طب لو قلبت خليت اللي جوه هو اللي متحمل عليه اللود اللي بره كله، اللي هو الجزء اللي فوق واللي تحت متثبت في الجزء اللي تحت، يبقى كده برضه في فريكشن، لان البيرنج او البولز اللي هي موجوده او اللي هو البلي اللي موجود بين التو بيرنج ده لسه هيخليهم يقدروا يتحركوا، صح؟ تمام. طب اللي انا عايز معنى اعرفه كده دلوقتي هو، مش المفروض البيرنج او رمان البلي العادي ممكن لو انا ثبت الجسم الخارجي، يعني لو انا مسكته من بره كده اللي جوه بيلف عادي؟ يعني لو لف عادي ما ايوه بيلفش اللي بره. طب ما انا اقصد بقى ان الخارجي دوت لو متشال عليه الروبوت وانا بلف في اللي جوه، ما هو اللي بره ده مش هيلف. لا انا مش، انا قلت لك دلوقتي انت مش هتلف في اللي جوه، انت ثبت اللي بره، يعني ثبت الروبوت الجزء اللي فوق كله على الاوتر دايما، حلو، تمام. واللي جوه متثبت في الجزء اللي تحت. انا لما اجي احرك، احرك الثابت ولا احرك اللي فوق؟ احرك اللي فوق ولا اللي اللي فوق فوق؟ بس الحمل دلوقتي متوزع على البيرنج من بره ومن جوه، تمام. وصلت؟ يعني الشافت فهمت. اللي هيبقى معدي هيبقى ملحوم في الاوتر دامبس، تمام. وصلت كده؟ وصل. تمام. طيب بالنسبة للجزء الثاني ده اللي هو هنا، اللي هو الجزء البني ده اللي فوق الاستبر على طول، ممكن الاستبر اللي موجود في طرق كتير، يعني مش شرط ان انا احط البيرنج والجيرز والكلام ده، ممكن زي ما قلت احط تايمنج بيل، ممكن احط اللي هو الورم مع الجير، فاهمني؟ ممكن احط اي حاجه تانية، ممكن احط اللي هو التاني اللي هو كان السكرو برضو مع البي مع الجير وهكذا. يعني انت لو جيت تبص هتلاقي ممكن ده بس ايه، ده ممكن يعمل درايف للي تحت برضو، بس تنقل الحركه دي للحركه اللي تحت. طيب الاستبر اللي موجود هنا ده، مش انا لو جيت في الجوينت اللي موجوده هنا دي حطيت فيها تايمنج بولي، وجيت هنا على الشافت بتاع الاستبر ده حطيت تايمنج بولي، وجيت حطيت تايمنج بيلت بينهم، عشان انا لما اتحرك يمين وشمال، يعني خليت الموتور ده يلف يمين وشمال هيلف لي الجوينت دي كده او كده، تمام؟ تمام. يبقى الجوينت دي روتيشنال وخلصنا منها. تمام. من مميزات الاستبر ان انا لو بعمل عليه درايفنج، المفروض لما انا بفصل الدرايف، يعني انا ما بعدش اقول ولا اون ولا اوف، بيبقى عامل حاجه اسمها الهولد تورك، او اللي هو بيفضل ثابت في مكانه، تمام. تمام. الجزء اللي بقى اللي هنا الجوينت اللي موجوده هنا دي، الجوينت اللي هي فوق، نفس اللي موجود في الجوينت تحت ممكن يبقى معمول في الجوينت فوق، وممكن يبقى تمام. جير، وممكن يبقى ورم وهكذا. الفكره ان انت اما تفهم الاجزاء الاساسيه خلاص الموضوع بعد كده هيبقى سهل. هنا هتلاقي ده بيتحرك روتيشنال، هتلاقي الاكشويتر محطوط في النص هنا في بيرنج حواليه، وبيأكتف الجزء اللي فوق ده يلف يمين او شمال. انت كنت باعت لي الجزء اللي هو الاند افكتور ده، خليني اقول لك الاند افكتور ده هيبقى شغال ازاي. انا ايه، انا اخده لوحده لحد دلوقتي كده، تمام. لحد ده لحد اخره، في اي مشكله؟ لا تمام. الناس اللي موجوده حد عنده مشكله؟ لا تمام. يعني هي الحكاية كلها بترجع في الآخر إن أنا بشوف الحاجة اللي قدامي نوع هرجعها الموشن تاني للنوع الموشن، والتروس بقى اللي هشتغل عليها وكده، والبولي والحاجات دي. بالظبط، وراعي برضو التورك مع اللينك هيبقى قد ايه، الكلام ده حساب التروس كل حاجه من دول، يعني ما تفكروش ان الدنيا سهله كده، يعني بحاول اسهل لكم الدنيا على قد ما اقدر. كل حاجه من دول ليها حسابات، يعني الجيرز ليها حسابات، ازاي تحسب عدد الاسنان، طريقه التصنيع ذات نفسها، ليه بتتصنع هيليكال او سبار جير او اللي هي الستريت او بزوايا، الكلام ده كله، ليه تستخدم البيفل وليه ما تستخدموش، الكلام ده كله برضه. يعني الحاجات دي حاولوا تقراوا فيه، لان الموضوع كبير، الميكانيكا ممتعه جدا. تمام. تمام. طيب نشوف السؤال اللي كان بعده، عايز تخلي الجزء بتاعك يا احمد هنشرحه، بس ايه، خلينا نجيب حاجه زي دي. طيب يا باشمهندس، يعني احنا قوانين اللي هو التحليل بتاعت الاحمال ديت ممكن نوصل لها ازاي او كده؟ يعني انا لو عندي ارم زي اللي احنا كنا شغالين فيه ده وعايز اعرف اللي هو التحليل بتاع الاحمال ديت اعرفه ازاي او اوصل له ازاي؟ بمعنى التحليل بتاع الاحمال ازاي؟ انت يعني عايز دلوقتي انا تشيل كام مثلا، كيلو؟ هتشوف يعني انت عايز مثلا تشيل انا كام عايز كيلو؟ اشيل مثلا 10 كيلو وفي ارم مثلا زي اللي احنا كنا لسه شايفينه دلوقتي، انا بقى ماشي. هو الموضوع ده توزيع ما الاحمال بيتقالش كده، ديت بقى اعرفه ازاي؟ ما انا بقول لك هو الموضوع ما بيتقالش زي ما انا بنتكلم انا وانت كده بيننا وبين بعض، فاهمني؟ انت في حاجه اسمها الكاينيتيك والكاينماتكس،
والانفيرس كاينماتكس والكلام ده كله. حلو، تبدا بقى بتشوف الحاجات دي. الميكانيزم او الميكانيزم ده هو عباره عن مجموعه مكونات، يعني ميكانيزم بينفذ حركه. بمعنى انا جبت شويه لينكات وصلتهم مع بعض بطريقه معينه عشان اخد منهم موشن، مثلا بدل ما هي كانت تاخد روتيشن طلعت لي لينير، ده كده اسمه ميكانيزم. حلو، جمعت شويه ميكانيزمات مع بعض عشان يدوني منتج في الاخر او يدوني حاجه كامله في الاخر، ده طلع لي حاجه اسمها ماشين زي اللي قدامنا دي كده. معايا؟ تمام. يبقى انت دلوقتي بتبدا تشوف الحاجه، يعني الحاجات دي كل حاجه من دول اصلا انت المفروض فيلد بتدرس او ماده بتدرس لوحدها، فاهمني؟ اللي هو حسابات الاحمال، الموشن اناليسيس بتاع الحاجه ذات نفسها، السيميوليشن. انت المفروض الحاجه دي ما بتبداش تنفذ عمل الا لما تجربها على برامج مثلا زي السوليد وورك، تعمل لها سيميوليشن او موشن اناليسيس تشوف هيبقى ايه المشاكل اللي هتحصل فيها. الكلام ده كله هو مش معنى ان انت ممكن تبقى حاطط حاجه ديجري فريدم بتاعتها تتحقق سهله وبسيطه وكل حاجه، بس تيجي تلاقي عندك عائق او مثلا في نقطه سنجولاريتي ان الروبوت مش هيقدر يعملها، او ان هو مثلا عشان يعمل الحركه دي لازم يمر على جسم الروبوت مش هيقدر ينفذها. فاهم قصدي؟ فده كله بيبان بالاناليسيز والكلام ده. انت تسال بقى الاناليسيز والحاجات تعرفها منين؟ شوف بقى مثلا ايه موقع مثلا زي اللي انا كنت بعته ده. حلو، انت لو دخلت تكتب هاو تو ميجر مثلا او هاو تو كالكوليت الويت او التورك مثلا اوف لينكس وهكذا، فاهمني؟ بس الموضوع برضو موضوع مش اللي هو بالسهوله ان انا نتكلم انا وانت كده في سيشن او الكلام ده. فاهم قصدي؟ تمام فاهم. طيب خلونا ناخد الماشين اللي قدامنا دي، باشمهندسه مي يسري اللي كان بعتها دي، المفروض انها سي ان سي ماشين راوتر. حلو، الراوتر ده كل دوره ان هو يعمل ايه؟ يحفر بقى على الخشب، يتحرك في الاكس والواي والزد والكلام ده. طيب لو احنا جينا نشوف المكونات بتاعته هتلاقي فيه هنا اول حاجه، مش عايز اعمل، ايوه شايفين ده النقطة اللي الماوس عندها دي؟ دي بيرنج، ده بيرنج. تمام، عشان يشيل السكرو ده. وفي هنا بيرنج تاني قدام اهو، يعني احنا نزلنا الصورة في بيرنج تاني جوه هنا اهو. تمام، ايوه. البيرنج ده من اهم الحاجات عشان يقلل لي الفريكشن. طيب لو انا جيت اشوف ده كده اعمل زوم عليه، ده سكرو. سكرو يعني ايه؟ عامل زي المسمار، اسمه ليد سكرو، عامل زي المسمار بالظبط، عليه نفس السبايرل اللي بره، او اللي هي التركيبه الحلزونيه دي او التخطيطه دي بتاعته دي هي نفسها بالظبط. فانا لما الففه يمين او شمال هيجيب لي الجزء ده اللي هو هنا اللي متثبت عليه. يعني لو انتوا خدتوا بالكم الجزء اللي فوق ده كله متثبت على في عمود، عمودين على اليمين وعمودين على الشمال، هو متثبت عليه. احنا جينا ناخد الناحيه اللي واضحه اكتر دي، جوه هنا في الناحيه اللي هنا دي، ده الليد سكرو، او اللي هو مثلا سكرو على شكل مسمار على شكل مثلا قلاوط. مش انا لو جبت صاموله حطيتها هنا الجزء اللي هو هنا ده اللي هو عليه الماشين كلها من فوق، وجيت لففت الليد سكرو ده بموتور، ايه اللي هيتحرك؟ الجزء ده كله هيرجع ورا ويطلع قدام، صح؟ يعني هيروح في الحركه دي كده. تمام؟ تمام تمام. وفوق طيب برضه حاطط نفس الحكايه عشان يمشي يمين وشمال، صح؟ نفس برضه ال هو نفس الكلام فوق، بس في حاجه ثانيه. هو ليه هنا تحت حاطط اللي هو لينير جايد؟ ايه الفرق بين الليد سكرو واللينير جايد؟ الليد سكرو ده سبايرال او عليه الاوز. تمام؟ تمام. الليد سكرو اللي هو بقى اللينير جايد ده بيبقى ممسوح، يعني ما لهوش اي اسنان. تمام. طب ليه بقى؟ كل وظيفه ده ان هو دلوقتي هيشيل لي الاحمال ما تبقاش متحمله على الليد سكرو. بمعنى هو دلوقتي حاطه فين؟ حاطه تحت. يبقى الاحمال هتبقى موجوده فين؟ موجوده على البيرنج اللي موجود هنا والبيرنج اللي موجود هنا. تمام؟ تمام. طب البيرنج ده بيرمي الاحمال اللي عليه فين؟ على اللينير جايد اللي موجود تحت ده. حتى هو هنا حاطط لي اللينير جايد، اللينير جايد اللي تحت حاطه اكبر من الليد سكرو.
طب هو ليه ما خلاهمش هما اتنين ليد سكرو زي بعض؟ ما هو الاتنين ليد سكرو، انا حملت برضو على ليد سكرو. هو مش عاوز انما يحمل على هنا، ليد سكرو. انا هنا لو حصل، لو حصل تنشن هنا او ده حصل ان هو اتضغط، اتضغط لتحت برضه هيبقى هيتحرك عادي لان هو ستريت ما فيهوش اي اسنان. انما اللي فوق لو، لو التاني واحد ملي او حصل فيه تنشن مجرد واحد ملي مش هيقدر اه يتحرك. صح، هيعمل وصلت ايوه، مش تبقى الحركه بتاعته مظبوطه وممكن يقف فيها. بالظبط، عشان كده هو حاطط هنا واحد اهو، واحد هنا وواحد الناحيه التانيه، وهنا برضه ليد سكرو وهنا ليد سكرو. سؤال تاني اهم من ده، ليه حاطط ليد سكرو هنا وليه حاطط ليد سكرو هنا؟ هو بيتحرك عندي، بيطلع لقدام ولورا، يعني تمام، ليه هيحرك ما ناحية ليه ما واحدة حطش وناحية صح تانية ده؟ لأ. لا عشان ايوه ليه ما الحركة حركش تبقى في الجنبين مع بعض ماشية مع بعض بالظبط، يعني عشان بالظبط؟ ما بس يبقاش، ما مش يبقاش هيحرك جنبه ويسيب جنبه. بالظبط. ماشي آه، هنقول ان هو مش هيحرك جنبه ويسيب جنبه، بس لو احنا شلنا واحد من دول هيشتغل عادي. واحد من انهي؟ من الليد سكرول اللي لو هما شلنا التانيين واحد من واللينير الليد اللي سكرو بس سيبنا الاثنين اللي هما اللينير جاي هيتحرك عادي. بس يبقى واحد تحميل، كده. بس التحميل بتاع الأوزان هيبقى مش زي وهو على اتنين. لما هو الاثنين موجودين يا ابني، يعني في واحد هنا تحت زي ما هو اهو، يعني انا هسيب اللي اه تحت يعني الليد سكرو، هسيب اللينير جايد اللي تحت واللينير جايد اللي تحت هنا الاثنين زي ما هم، بس هشيل واحد ليد سكرو من الاثنين اللي في اللجنة. طب ما هو هيشيل واحد منهم، يعني كان بيحطهم ليه؟ ليه ينفع؟ يعني ازاي هتبقى الحركة ازاي مظبوطة قوي؟ لا هي هتشتغل عادي، بس احنا خلينا نقول هم محطوطين ليه الاثنين. ماشي، ليه لو بقى؟ انا جيت هنا كده، لو انا جيت حطيت الليد سكرو ده والليد سكرو ده، مش ممكن وانا بركب واحد فيهم يبقى سابق التاني بواحد ملي او 2 ملي؟ وبالتالي هيخليه عامل زاوية. بالظبط. طب ما في بقى حاجات وانا شغال ممكن ابقى محتاج اصلا الماشين تعمل زاويه، ممكن ابقى محتاج الماشين تبقى شغاله بزاويه، يعني واحد فيهم سابق التاني. فشغل ده ووقف التاني. بالظبط. المكن اللي هو بقى 5 ديجري اوف فريدم او 6 ديجري اوف فريدم، مكن التشغيل، مكنات تشغيل المعادن برضو بقى فيها فرايز سي ان سي وحاجات ديجري اوف فريدم بتاعتها عاليه، عشان ينفذ الموشنز دي كلها لازم يبقى عنده اكتر من اكشويتور يديله حركه في كذا اتجاه. يبقى ده في الاساس بقى مستخدم عشان الكالبريشن، يعني الاثنين اللي هم محطوطين على الجناب دول محطوطين عشان الكالبريشن، ان هو يخلي في سنكرونايزيشن زي ما هو عاوز. عايز اخلي الاثنين دول سينكرونايز مع بعض، يعني اليمين والشمال قدام بعض كنبه، عايز اخلي واحد فيهم ليد عن الثاني والثاني يبقى لاج عنه، يعني واحد متاخر واحد سابق ماشي، عايز اعمل العكس واحد يبقى سابق والثاني متاخر وهكذا، دي هيقدر يتحكم فيها براحته. طيب في ايه تاني؟ الجزء اللي هو اللي فوق، الجزء اللي فوق نفس الجزء اللي تحت، بس هو هنا عمل ايه بقى؟ عمل نفس الكلام، حط هنا ليد سكرو هناك ليد سكرو، وحط هنا 2 لينير جايد وهناك 2 لينير جايد، عشان يخلي الاوزان متوزعه بشكل اكبر، لان السبندل ده بيبقى تقيل جدا، السبندل اللي هو بتاع الحفر ده بيبقى وزنه تقيل جدا، ايوه فلو هو سابه كده هيأثر، يعني هيأثر على الماشين ده، فاهمني؟ لان بيطلع منه فايبريشنز عاليه جدا، لان ده السرعات بيبقى 11000 ار بي ام، 120000 ار بي ام وهكذا. غير كده انه اصلا احيانا بيحتاج ووتر كولينج، بيحتاج تبريد ميه او ليكويد كولينج مثلا تبريد، هو حتى هنا في ده ممكن يبقى ووتر، ووتر درايف ده كمان. تمام، طيب. ده بالنسبه للدرايفنج بتاعه في اليمين طب وفي الشمال. ماشي، تمام هو اتفضل. السير اللي حطه في الآخر هناك ده بقى ناحية الشمال، ده حطه ليه؟ ده اه، ده مش ولا سير، ده امال ده ايه؟ انا هو ده مش بيسموه آه، ماشي هو ممكن مش مسموش سير، ده ده داكت داكت متهيألي، بالظبط، ده ده بتاع داكت ايه الباور، بتاع ده بتاع الباور داكت تقريبا ولا ايه؟ باور. اه مش مش فاكر. ده هي دي اسمها تشين او كابل تشين، كابل تشين دي اللي هي سلسله بيتحط فيها الكابلات، بس تتحرك لما ده يروح يمين او شمال وهكذا، الكابلات كلها تبقى متجمعه في مكان واحد وبيتحرك ايه؟ ما ما هو بتتحرك كان عشان بي الاستبر اللي فوق دوت، عشان الاستبر اللي فوق ده تتنام معاه. بالظبط، ما هو مجمع فيها، متجمع فيها الاسلاك كلها، فعمليا لو هتشتريها بيبقى اسمها كابل تشين، فهي كابلتش. موجوده بتبقى فاضيه كده. تمام، الجزء اللي هو ستريت ما لهوش اي مكونات اللي هو ما فيهوش سبايرال ده اسمه لينير جايد،
ده اسمه ليد سكرو. ولو هنجيب الحاجه اللي بتركب في الليد سكرو عشان تتحرك دي، في منها نوعين، نوع اسمه نط عادي يعني بيبقى اسمه ليد سكرو بلس نط، تمام، يعني سكرو مع الصاموله بتاعته، وفي نوع تاني اسمه انتي باكلاش نط. الانتي باكلاش نط دي بتمنع زي ما قلت، مش احنا قلنا ان انا ممكن لما اوقف الموتور اللود يرجعه تاني؟ اه الانتي باكلاش نط دي اكيد ان انا ببقى واخد تو بوزيشن على نفس المسمار في نفس الوقت. بمعنى انا اجيب لكم صورة، اهي حاجة زي كده. شايفين هنا في كام صامولة؟ ده واحد اثنين. بس اللي هو زي فكرة لما بتحط صامولتين ورا بعض بحيث ان لما يحصل لف ما يتحركوش، بعض. تمام، دي اللي هي الانتي باكلاش نط، بيبقى جايب لك اصلا اثنين ومصلهم مع بعض بحيث ده واخد بوزيشن وده واخد بوزيشن. حتى انت لو فصلت لازم اجباري هيفضل عامل ريتين للبوزيشن اللي هو فيه ده، او يفضل محافظ على البوزيشن اللي هو فيه. لما تيجوا تشتروها ده شكلها، ده نوع، بس النوع ده مش عملي قوي. تمام، ده هتلاقوها مثلا 30 جنيه او 40 جنيه اللي هي جزء الجزئين النحاس دول مع السوستة اللي موجوده بينهم، وده اللي دي سكرو. تمام، وعشان اثبت اللي دي سكرو ده مع اكشويتر او موتور بحتاج حاجه تثبتهم لي الاثنين في بعض. فالموتور ليه شاف وده ليه شاف، بستخدم الجزء اللي موجود هنا ده اسمه فليكسيبل كابلر، اسمه فليكسيبل كابلر، بجيبه بالمقاس اللي انا محتاجه. يعني انا مثلا الليد سكرو ده وليكن 8 مللي، والشافت بتاع الموتور ستاندرد 6.35 مثلا، وليكن انما 23، هتلاقوا المقاسات الموجوده ستاندرد 6.35 بيطلع 8 مللي وهكذا. طب لقيت الشافت، لقيت الفليكسيبل كابلر ده وما لقيتش الابعاد اللي انا محتاجها، او معايا موتور ومعايا الجزء ده والفليكسيبل كابلر مش هينفع معايا، بروح لحد بتاع مخرطه يعمل لي كابلر اركبه ايه في المقاس اللي انا محتاجه، بقول له مثلا محتاج الناحيه دي 5 مللي والناحيه الثانيه 3 وهكذا. تمام، تمام. النوع الافضل من ده اللي هو الافضل من ده بقى، اللي هو افضل من اللون اللي هو النحاسي ده، اللي هو الاسود ده، لان ده انا بضمن ان الاثنين محتفظين بالبوزيشن بتاعهم فعليا، انما هناك ممكن ممكن السوسته اللي هنا في النص بينهم دي تتحرك. ايوه وصلت؟ ايوه عشان هي ممكن اعمل تنشن زي ما انا عاوز. في هنا صاموله اهي، الصاموله اللي موجوده دي ممكن اعمل تنشن زي ما انا عاوز. يعني انا ممكن اشد قوي بحيث اللي هو الانتي باكلاش نوت دي تعمل الحركه اللي انا محتاجها بالظبط بس ما تتحركش. ممكن اخلي فيها مثلا نسبه تولرنس عشان ما يبقاش في فريكشن برضو، ده ايه بظبطه من هنا من الصاموله دي. طيب الفتحتين اللي موجودين هنا دول دي بتيجي ستاندرد كده يا جماعه، يعني دي بتشتري جاهزه كده زي ما هي. تمام، في فتحتين هنا اهو، وابقى حاططهم لي عشان التثبيت. حطيت الفتحتين دول عشان التثبيت، والابعاد بتاعتهم ستاندرد، وممكن تعرفوها من على الموقع زي ما قلنا. الموقع اهو حتى اسمه اوبن بيلز بارت ستور، هتلاقوا الابعاد بتاعتهم بحيث لما تيجي تصمم الجزء اللي هيركب ده، انا عارف المقاس فين ده وده قد ايه، والهول دي مسافتها او فتحتها قد ايه، فابدا اعمل ايه الكلام ده. دي شكلها، ممكن تلاقوا الكاد مودلز بتاعتها مرفوعه. بالمناسبه ماك ماستر على فكره ممكن تحمله من عليه الموديل بتاع اي حاجه 3 دي، فده برضو بيبقى حلو ان انا زي ما قلت تعمل اناليسيس او ديزاين قبل ما تشتري او قبل ما تطبق المكونات. تبقى محتاج تشوف الحاجات اللي انت هتشتريها دي هل هتنفع في التصميم ولا لا، فانت هتعمل الحاجه 3 دي وتبدا تضيف تصميم. ظبطت معاك والدنيا تمام، خلاص تبدا تستخدم. تمام، تمام. ارجع تاني الصوره اللي كنا هنا.
نفس الكلام بقى، انا مش انا دلوقتي لو انا مثلا محتاج الموتور ده يطلع وينزل، حلو، هو هنا ثابت معايا، ماشي. وانت عرفت منين ان هو ثابت؟ لو انا محتاجه ما ايه؟ ايه؟ عرفت منين ان هو ثابت؟ يعني ايه الحاجة في ال مفيش هنا اي اكسس بيقول، مفيش هنا اي اكسس بيقول ان هو بيتحرك او في، لا فاهم، الستور موتور اللي موجود هنا ده بيحرك ايه؟ بيحرك دول يمين وشمال، صح؟ صح؟ وحاطط الاثنين ستور موتور اللي هنا دول عشان يحركوه اب وداون. يبقى هو كده بيتحرك لفوق ولتحت ويمين وشمال، يعني بيطلع بالظبط، وبينزل وبيروح بيتحرك لفوق وبيجي. ولتحت. بالظبط. ما هو يبقى هنا عشان ينزل السبندل ذات نفسه هيضطر يثبت السبندل، في جزء اهو، الجزء الاسود اللي جوه ده، مش عارف شايفينه ولا لا، يعني ده متثبت فيه السبندل، جزء ده ماشي متثبت فيه السبندل من جوه، حلو، ماشي. ومن بره هيبقى فيه الشافت بتاع الموتور ده، فيه ليد سكرو، انا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، هو واضح يعني فيه ليد سكرو في الحته دي، ما اعرفش لو انت عملت زوم كده، لو عملت زوم هتشوفوه، في حاجة فيه ليد فيها سكرو اسنان هنا اهي، هي فيها الاتنين كده اسنان. اه ما هي دي، هي دي اللي انت تقصدها ده صح؟ لما يتحرك، لما الموتور ده يلف يمين وشمال هيخلي الجزء ده، يعني حاطط حتى اتنين اهو عشان يعمل سنكرونايزيشن، ما يحملش على ناحيه واحده عن الثانيه، هيخلي الجزء ده يطلع ينزل بالسبندل ويطلع بيه، تمام. طيب ده بالنسبه للجزء ده، في اي مشكله تانيه او اي اسئله في ده؟ تمام. لو احنا ننفذ حاجه زي دي، نبدا بقى مكونات الحاجات اللي هي ايه، حاجات زي دي، الكابلر، اللي هو التايمنج بولي، الايدلر بولي، هي المكونات اللي ظاهره هنا دي، تمام، ما هو البي انت جبت، ريلز. ليش هو انت جبت المكونات ايه، بتاعتها منين؟ من موقع يعني؟ انت جبت المكونات بتاعتها ازاي؟ من سيرش بورد جوجل عادي ولا؟ انا كنت لسه بقول لكم في الموقع اللي هو بتاع اوبن بيلز، صح، ثواني كده. اوبن بيلز على قد ما هم سبلاير ليهم بيج على اليوتيوب، هتلاقوا عليها كل حاجه، عاملين ميكانيزمات، عاملين مكان سي ان سي خاص بيهم، عاملين كل حاجه، تمام، تمام، حلو. حتى هم هنا في شرح المكونات، هتلاقي كل مكون مثلا داخل تسيرش عليها هتلاقي شرح ليه فيديو هم عارفينه على اليوتيوب. تمام. ده حد كان باعت لي كتاب ميكانيكا. ايش، شكرا يا جماعه، باشمهندسه سلمى بكر. ده مين؟ وده حد باعت لي محاضره الدكتور احمد النجار. ماشي. انس معايا؟ انس تمام. اه معايا. طيب، انت الموضوع دلوقتي يمكن الدنيا تكون واضح شويه بعد اللي شرحناه، صح؟ هو يمكن يكون واضح شوية بس برضو الموضوع انا خلينا تخيلي. نوضح بقى، تمام. خلينا نوضح الموضوع ماشي ازاي. الاول ده ايه؟ الجزء اللي هنا ده لينك، لينك. صح؟ واللي فوقه ده لينك، تمام واللي فوقه ده لينك، تمام في جوينت هنا، في جوينت هنا، في جوينت هنا، وهنا لينك تاني اهو، ده لينك، تمام، تمام واللي هنا ده لينك، في لينك تاني صغير اهو، يعني دي كلها حته، دي كلها كده لينك، الجزء اللي هنا ده بس لينك ليه كام جوينت؟ ليه 3 جوينت، واخد بالك، تمام في لينك تاني تحت اهو بجوين، ولينك للايه، للاخر، تمام. تمام لو انا جيت جوه البلوك اللي انت مش شايفه ده، حلو، عملت حاجه تشد اللينك ده لتحت، ايا كان بقى الميكانيزم اللي انا هعمله، هيعمل ايه؟ كل وظيفته من جوه هيشد لي اللينك ده اهو لتحت، فيخلي لي الميكانيزم تمام يفتح، صح؟ اه تمام طب لو زقيت اللينك ده لفوق، هيزق لي اللينك اللي هو 3 بوينت ده، بعد كده اللينك ده هيزق اللينك الثاني ده، صح؟ تمام
فهيبدأ يقفل. وهيقفل، هيقفل كله مع بعضه ولا يعني، يعني دوت مش بيقفل زي صوابع الايد كده ولا لا ده يعني كله على بيتحرك حسب، مع بعضه؟ على حسب الكنترول اللي معمول، فاهمني؟ يعني انت ممكن تزق تمام. تقفله كله مع بعضه، بس هيتقفل سيكونشال، يعني اللي فوق ده اول حاجه خالص لما تيجي تتحرك، اللي هنا ده هيبدا يقرب، بعد كده اما الجوينت دي توصل لاخرها، الجوينت اللي بعدها دي هتبدا تتحرك لفوق، فتزق الجزئين دول مع بعض، فاهمني؟ تمام. بعد كده الجوينت دي لما توصل لاخرها هتبدا تقفل ايه، في الجزء اللي فوق، يعني بيتحرك حركه سيكونشال، اللي تحت بعد كده اللي فوقه بعد كده اللي فوق. يعني الموضوع كله طلع معتمد على الديزاين الميكانيكي ايوه، ان بتاعه، انت تبقى مش فاهم هيبقى الموشن ذات نفسها. ها تمام. انا كنت مفكر ان كل جوينت من دول هيبقى عليها موتور هو اللي هيخليها لا لا، في تعمل ايه. انواع، في حاجات في كل جوينت فيها موتور، فاهمني؟ تمام. طب والديزاين، في اصل الديزاينات دي تقيلة شوية، اللي هو ان هو يعمل ديزاين لكل جوينت ان هو يقفل القفلة ديت او يفتح كده. ايوه، هو فعلا انا هوريك حاجات دلوقتي، بس خلينا نشوف النوع التاني اللي انت كنت بعته ده، يعتبر نفس اللي انت، السؤال اللي انت كنت بتساله دلوقتي، فاهمني؟ ده كله دول كام؟ واحد على ما اعتقد، يعني ده ما جوينت في واحد. حاجه، انت ممكن هنا تجمع اللي تحت دول كلهم بجوينت واحده، وتحركها برضو بليد سكرو مع انتي باكلاش، اما تفتح او تلف الليد سكرو الناحيه هيفتح الصاموله، تزق دول لفوق كلهم فيفتحوا، ولما يقفل الناحيه الثانيه العكس يخليهم كلهم يقفلوا على بعض، تمام. تمام؟ وممكن تخلي كل جوينت لوحدها بموتور، يعني عايز افتح ده يبقى بموتور لوحده، ده بموتور لوحده، ده بموتور، ده بموتور، ده بموتور، وهكذا. تمام، وصلت؟ وصلت وصلت. ده حد كان بعتهولي، ده حلو برضه، ده اللي انا كنت ايه، جبت الصوره اللي هي كانت واضحه دي. ده كان كاتب ان هو روتاري بيستون فنتليتور، او ده جهاز تنفس. حلو، فكره عمله ان هو معتمد على الدرايفنج ميكانيزم اللي هنا ده، ان في هنا بيستون، حلو، وفي هنا ميكانيزم. مين الدرايف هنا؟ الدرايف ده لما يشتغل في الاتجاه ده ايه اللي هيحصل؟ اما يلف في الاتجاه ده هيجي هيزق، هيخلي ده يطلع الهواء لبره، يعني هو بيلف في الاتجاه ده، لا اما يلف في الاتجاه ده وهو جاي من كده، من هنا لهنا كده، هيسحب ده فيجيب الهواء من بره، تمام؟ الاتجاه التاني هو بيتحرك من النقطه دي للنقطه دي، تمام. هيعمل ايه؟ هيزق الفلويدز اللي هنا او الهواء يطلعه بره. ده اللي هو بيسموه، يعني ده بقى جهاز تنفس اجباري. المرضى اللي هم في حالتهم صعبه قوي مش قادرين ينفذوا، يعني ربنا يعافينا، بيتحطوا على جهاز زي ده. الجهاز ده بيجبر المريض ان هو يتنفس، يعني في حالات بتبقى الموضوع وصل بيها ان هم مش قادرين اصلا، الجهاز التنفسي ما بيبقاش قادر لا يطلع نفس ولا ياخد، فده بقى اجباري ليه. وصلت تمام. الفكره؟ وصل. دي نفس الكلام، هي السي ان سي ماشين دي نفس اللي احنا كنا شرحناها من شويه، بس هنا تلاقوا في هنا في ريل، الفي ريل ده عليه عجل هنا، يعني خلونا ايه، شايفين الجزء اللي هنا اللي تحت ده اللي هو محطوط عليه الجزء اللي هيتعمل له تشغيل، هو هنا عامله عشان خاطر يحرك المشغولة كمان، ما هو هنا بيحرك المشبولة، يعني هنا هو بيحرك المشبولة يثبت لجوه والبره بس زي 3D برينتر كده، ايوه، ويحرك برضو الجزء تمام؟ اللي فوق اليمين وشمال وفوق وتحت. هيحرك الجزء اللي فوق يمين وشمال، بس ما فيش لفوق وتحت، يعني اعتقد ده ما فيهوش لفوق وتحت لان ده ليزر، الجزء اللي فوق تحت ده لو هو حاطه ممكن يبقى حاطه، بس في ناس بتعمل المكنه تبقى شغاله مالتي تاسكينج، يحط فيها ليزر، ولو حب يشغلها راوتر يشيل الليزر ده، ليزر تيوب، ويحط سبندل مثلا. وصلت الفكره؟ ايوه، صح. طيب اما بالنسبه للجزء اللي في الجناب ده اللي هنا، ده بيبقى فيه ويلز من جوه، الويلز دي اهي هنا بقى ايه، نرجع كده لده، ويل حاجه اسمها ويل كيت، دي كده زي ما هي، دي الويلز اهي، اشكال الويلز المختلفه،
بيقول لك ان الويلز بتتحرك بالشكل ده على الفي ريل، تمام، تمام سواء مسات مختلفه، احجام مختلفه، ماتيريالز مختلفه، كل نوع من دول مثلا بيتحمل فريكشن معين، درجه حراره معينه، ضغوط معينه، اوزان معينه، وهكذا. طيب لو تمام خلينا نروح على اللينير ريلز او الفي سبوت اللي هي بالشكل ده، دي حاجات موجوده في السوق برضه. دي سلوت 20 20 معناها ان ده 20 مللي في 20 مللي او 2 سم 2 سم، ده 20 في 40 معناها ان ده 20 في 40، ده 20 في 60، ده 20 في 60. انا كنت مصمم الحاجات دي عندي على التشانل، وكنت رافع الفيديوهات بتاعتها. حد حابب يصممها ويستضيفها في التصميم بتاعه او كده، من اول تصميم من اي تو زد بقى، ان انت تجيب الدايمنشن بتاعته وتبدا ترسمه لحد ما تعمل اساين للماتيريال ذات نفسها، مهم لك كل حاجه عنده. على سوليد وير؟ انت هنا بقول لك اه، لو هنا الماتيريال بتاعته 60 63 تي 5 المنيوم، اللون بتاعه مثلا كذا، بيقول لك الاندستريال لونه بلاك، الافيلابل في السوق اللي هو السليك سيلفر ده، المقاس اللي جوه ده ام 5، دي حاجات ستاندرد. الام 5 ده يعني 5 مللي القطر بتاعه، 20 في 20 سولد باي لينس، اللي هو اه بيقول لك ان هو بيتباع بالطول بتاعه على حسب ما انت عايز الطول قد ايه، انما اللي هو ستاندرد هايت في ويدث 20 مللي، ارتفاع 20 مللي، تمام. هنا سموث جروف في، يعني بقول لك ان الشكل اللي هنا ده زي ما انتم شايفين كده على شكل حرف في، والويل بتبقى راكبه عليه. انا نشوف ريكو فيديو، مش عارف حاطين فيديوهات ليه ولا، خلينا نجيب حاجه متجمعه. لينير ريل، هو حضرتك يا باشمهندس عندك تشانل على اليوتيوب يعني؟ اه شوية عليها حاجات بسيطة، تمام. في اتش ام اي، في توتوريال شغالة ال اتش ام اي حاليا. عشان مثلا كان مش حاجة زي دي، هي بس تكون واضحة أكتر فيها الديتيلز. ميزة الموقع ده كمان إن هم زي ما بقول لك ليهم تشانل على اليوتيوب، فأنت لما تدخل هتشوف بقى إيه، بيجمعوا مكن، يعني هما بيجمعوا مكن في فيديو مثلا، بيجمع مكن في فيديو لحد ما السوفت وير بتاعه ويشغلها اهو بالشكل ده. دي الويلز، حتى لو انت ضغطت في ويلز تحت اهي، ادي 1 2 3 4 دي بعض من الفيديوهات بتاعتهم، عشان انا مسرع الفيديو، وطبعا الفيديو ما بقاش بسرعة، انت هتشوفوا فيه ديلي عشان انا عندي مثلا في مشكلة في النت او كده، مش النت، ان انا اعمل بشير وبعمل بشغل كذا حاجة عليها في نفس الوقت. تمام بس معايا ولا ايه؟ تمام. شوف يبقى دي كده بالنسبه للفي ريلز، عرفت ان لها مقاسات، وان البي ويلز برضو بقى لها مقاسات الكلام ده. يعني البي ويلز دي انت بتجيبها بقى حسب الاحتياج اللي انت محتاجه، وليها في اجزاء تانية بتركب فيها. انت لو دخلت على الشانل بتاعتهم هتفهم ليه هو بيحط مثلا الويلز دي في المكان ده والكلام ده، والفليكسبل كابلرز، وتثبيت المواتير، تثبيت المكن، تقفيل المكن ذات نفسه بيتقفل ازاي، الكلام ده كله.
في ايه تاني؟ دي تقريبا دي نفس الفكره تمام، بس هنا هو اعتمد على الايه، عايز ازوم، اعتمد على حاجه هنا. فاكرين ان انا قلت ان في التايمنج بيلت والتايمنج بولي، تمام. ده ايدلر بولي، بمعنى الايدلر بولي ده ما بيبقاش عليه سنون. يعني انا جيت كده هنا ايدلر بولي، ده الايدلر بولي وموجود على سوق كمان تمام، مفيش فيه اي سنون خالص. هو كل وظيفته ان هو يشيل السير بس، يعني السير يبقى معدي من فوق تمام. ناس معايا ولا ايه؟ تمام. وهو يتزحلق من فيه عادي يعني؟ بالظبط، يعني هو السير جاي لك مثلا، وليكن السير ده هيبقى مقطوع، مش هيبقى قطعه كامله. حلو، تمام. طرف منه متثبت هنا في الجزء ده اللي هو بيروح يمين وشمال تمام، ولافف حوالين الايدلر بولي وراجع من الجهة الثانية للموتور تمام، تمام. والموتور ده هيبقى متثبت فيه تايمنج بولي بحيث ان يلفف لي السير. حلو، تمام. بس السير لحد دلوقتي في ناحية لسه مقطوعة، باجي اثبتها من الجهة الثانية بتاعت الايه، الجزء ده، يبقى انا لفيت، يبقى انا اكني قطعت السير وثبت الجزء ده طرف منه ولفيت على الايدلر بولي، بعد كده على الستيبر موتور ده لفيت على التايمنج بولي بتاعه ورجعت ثبته هنا. فانا كده لما اتحرك، لما احرك التايمنج بولي التايمنج بولي ده لما يتحرك ويلف هيعمل ايه؟ هشد السير من ورا، صح؟ السير لما تمام. يتشد هيحرك لي ده فورورد، ولما يلف في الاتجاه العكسي هيشد لي السير لهنا احركه ريفرس. بس هنا الحركه ليميتد لان انا اقصص السير، فاهمين تمام. قصدي؟ يعني هو هيجي هنا ويقف، والعكس هي واخره هيجي هنا برضو ويقف تمام. ايوه تمام. تمام. اي اسئله تاني كده ولا تمام؟ لا تمام. كده تمام. طيب في ايه؟ ده برضو احد الاسئله اللي اتسالت. ايوه، يعتبر نفس الكلام بقى اللي احنا لسه قايلين. انت لو اخدت بالك هنا اصلا ايه؟ في جيرز اهو، ده جير بينقل الحركه لجير تاني هنا، الجير ده بيشغل اللينك ده. نفس الكلام، اللينك ده هتلاقي فيه برضو جير بوكس، يعني ده كله جير بوكس اصلا بتروس وبينقل الحركه، فاهمني؟ ودول لينكين بحيث اللي هو يسحب لورا او يطلع لقدام. يعني ده لما يرجع لورا هيخلي ده يسحب ده لورا، وده كده كده يجبرها يطلع لقدام، فان هو بيوزع الاحمال على اللينكين دول تمام. يعني هو ده معلش ليميتد، بقى يا باشمهندس، انا حد هسأل ليميتد. هسأل سؤال بقى، ماشي بس يعني من اللي عدى من شويه، بس عشان جه في دماغي دلوقتي تاني ومش فاهمه، اللي هو برضو ازاي الجسم متشال برضو على البير، على رمان البير من تحت. معلش عايزك تمثله لي، ماشي. بص عايز اعرف يا ازاي سيدي، متشال وازاي بقدر اتحكم فيه ان هو يلف يمين وشمال. الروبوت ذات نفسه كان ماشي هيرينج بص يا عبد الرحمن، شايف دي؟ معايا؟ تمام. لو انا جبت دي كده وثبت دي في الجزء اللي تحت، حلو؟ يعني دي متثبته فين؟ في البيز. دي متثبتة فين بالظبط تاني؟ البيز متثبته في الجزء اللي هو اللي تحت، الروبوت من تحت. تمام. وجيت الجزء اللي فوق كله عملت انا زي بيز تانية ليه وثبتها. يعني وليكن بص، شايف ده وده، شايف دول، تمام. انا هعمل حتة معدن زي دي بس من غير البيرنج اللي جوه.
تمام. فهي الشافت بتاعها ده بحيث يبقى راكب في الشافت اللي في النص ده. يبقى ده يبقى ليه شافت زي مدبب كده ويخش في في الفورم ده بالظبط. بالظبط. تمام. والموتور هيركب فيه من تحت، يبقى الاحمال كلها مرميه على البيرنج اللي هنا، اللي هو اللي هو جوه بقى السباق يعني. وانا باخد الشافت ده وهو معدي من الناحيه التانيه، باخده على بولي والفه. بالظبط، بولي وتلففه بموتور، توصله على الموتور مباشر، ساعتها مش هيبقى عندك في مشكله، لان هو اصلا متحمل على ايه؟ على البيرنج. تمام، فهمت كده، خلاص تمام، شكرا كده. شكرا. خلصت. طيب ده كده تمام، مفيش مشكله. احمد معايا؟ احمد معاك يا باشمهندس، احمد معاك. ماشي. بص، هو هنا ايه اللي كان بيحصل؟ الازازه بتيجي صح، يتعمل لها ديتكت، يبدا يعمل فيلنج، تدخل هنا الغطا ده يقع عليها صحيح، ايوه مظبوط. تيجي هنا، ده كان عباره عن ايه؟ كان عبارة عن سلندر نيوماتيك. سلندر نيوماتيك، بتشتغل ضغط عالي ولا مجرد انها تعمل روتيت؟ هي لا، هو الموش هو العمودي اللي هو يا دوبك ينزل الموتور ده باللقمه دي، وبعد كده اللي فوق اللقمه دي موتور، يعني هو بيعمل حركه. السلندر ذات وظيفته اللي هو ينزل الموتور واللقمه عمودي كده، والموتور ده بقى تمام اللي هو يلف اللقمه اللي هو يقفل الغطاء. تمام طيب انا هشرح لك ببساطه خالص، هو كميكانيزم احنا حاجه احنا ننفذها، تنفذ ازاي؟ خلينا نعمل شير سكرين وايت بورد. بص، لو احنا جينا قلنا ده كده جزء ثابت، حلو تمام معايا، معاك. وحطينا هنا سيرفو موتور، تمام تمام. سيرفو موتور هيبقى ليميتد، مثلا هيتحرك ايه لحد 120 درجة او 180 درجة، ماشي يعني لو الشافت بتاعه هنا كده يقدر يتحرك لحد ما يجي هنا. ماشي. طيب لو انا جيت عملت لينك هنا، حلو، اللينك ده كده اقدر احركه كده او كده صح؟ تمام. طب هو الشفت ده هيكون راكب في ايه؟ شفت انه ده بتاع السيرفو مود. شفت استنى اتقل بس عليا، انا دلوقتي مثبت السيرفو موتور، حلو، وده الشافت بتاعه بس مش مثبت في حاجه دلوقتي. ماشي. طيب لو احنا افترضنا ان هو متثبت هنا، ماشي. تمام، يعني دخلته احنا في خلينا بوينت بتاع طرف ال في النود بتاع طرف اللين. تمام. انا عايز برضو ايه كده، ماشي. عايزين نعمل انت بتاكل، انت فاتح البتاع يا ابني. ماشي، انا كده اللاين
معايا احمد؟ معاك اه معاك معاك. معاك بص سيرفر ركله دي متثبته من هنا وليكن مثلا على بيرنج مثلا، ايه اللي هيحصل؟ هشد اللينك ده لفوق صح؟ لما ده يعني لما السيرفر يوصل للبوزيشن بتاعه يبقى هنا، هشد اللينك ده كله لفوق صح كده؟ تمام. هو انت معلش ثبت السيرفو فين مكانه؟ هينزل ثبت السيرفر اهو في ال... يعني دي حته معدن انت تفترض مثلا ان هي متثبته في الخط الانتاج بتاعك، ده خط الانتاج ده لينك مثلا او عمود؟ اه عمود عادي يعني خط عمود في خط الانتاج، ده خط الانتاج انت بيجيلك ازايز مثلا من هنا كده وانا مثبت كده تمام. تمام. فانت دلوقتي لما السيرفو يشتغل ويسحب لفوق كده ايه اللي هيحصل؟ ال اللينك ده هيتسحب لفوق هتسحب لفوق، الجزء الثاني ينزل لتحت. والجزء ده هينزل لتحت، ده حل ماشي. تمام. الحل ده انا قلت لك الحل ده ليه؟ عشان ده هيبقى سريع، عشان ابقى ايه؟ سريعة السبيد بتاعتك بتاعت الطلوع والنزول هي اللي هتبقى سريعة معاك. حلو. تمام. ايه الحل التاني؟ الحل التاني زي ما احنا كنا بنشرح ممكن تعمل فيري، هذا ايه معلش؟ تحط هنا بولي فيريل، فيريل 2020 اللي احنا كنا لسه بنشرحه دلوقتي اللي هو كان شكله عامل كده. هو زي اللي كان في القعدة بتاعت السي ان سي كده. بالظبط. تمام. ماشي. هتحط هنا تو ويلز هم، دول هيبقى متثبت عليهم الجزء اللي هيبقى فيه الموتور، بدل الموتور هنا اهو. تمام. ماشي. وتحط جوه، ممكن تحط بقى يعني ممكن حاجة من اتنين، يا إما تحط هنا ايدلر بولي وادي الستير بتاعها اهو ويلف كده ويجي لك من الناحية التانية كده. تمام. ويبقى هنا في التايمنج بولي الاستبر. تمام تمام معايا. فده لما معاك. يتحرك لما يلف كده ايه اللي هيحصل؟ هينزل ده، لما يلف العكس هيطلع فوق. بس طبعا هتيجي هنا تحط، ايه قول تاني؟ معلش الصوت قطع. تحط يعني بقول لك لما تيجي انت تشغل الموتور ده لفوق ايه اللي هيحصل؟ هيشد لك ايوه اللود ده كله لفوق، ايوه لما تمام تعكس هينزل لتحت. بس لازم تحط بقى ايه؟ ليميت سويتش. ايوه ليميت سويتش اللي تمام هيوصل لاخره فوق يفصل، ولما ينزل تحت هنا يفصل، او لما يوصل للبوزيشن اللي انت محتاجه. تمام. تمام تمام او تحط هنا بوزيشن سنسور مثلا او ديستنس سنسور يدك المسافه بينك وبين الحاجه اللي انت محتاجها. تمام. فاهمك تمام. طيب ده كده الحل الثاني. الحل الثالث ان انت هتعمل اللي هو بقى ايه، الايد اللي هو الليد سكرو، اتنين لينير جاي كده مع ليد سكرو هيبقوا مثبتين في القاعدة بتاعت خط الإنتاج أهو. الأزاز بيجيلك من هنا، هيبقى في جزء حديد أنت بتعملها مثلا أو معدن كده هنا يبقى الموتور. تمام. وده اللي هو الليد سكرو، برضو والليد سكرو ده هيبقى عليه أنتي موتور باكلاش برضو نت وبيرنج، بالبيرنج هنا إيه؟ بستبر موتور برضو. أنت مش عايز إلكتريك دلوقتي؟ ايوه انا فاهم. انا بقى اه اقصد ستيبر يعني موتور عادي او دي سي موتور، اي دي سي موتور هينفع معايا. طب في الحل التاني مش ممكن بدل ايه الاستبر؟ في الحل التاني مش ممكن بدل الحل التاني اللي هو في النص اللي انت حضرتك رسمه ده، تمام ما استخدم السيبر، استخدم دي تمام سي موتور عادي مثلا، وانا محكوم كده كده بالتو ليميت سويتش. ماشي مفيش مشكلة. بس هتراعي طبعا ان الاستبر موتور او الدي سي موتور اللي انت حاطه ما يكونش سريع قوي فيوصلك للبوزيشن بسرعة، يحصل مثلا مشكلة. فاهم قصدي؟ اه فاهمك. ما اللي هو هو هنا الاستبر هيبقى حلو لو انت الاستبر حلو، بس الاستبر حلو لو انت بتعمل حاجة اسمها مايكرو ستيبر. ايوه مايكرو سيبان كنت قايل عليها قبل كده. مايكرو ستيبنج ده ان انت بتقول لي انا مثلا عايز اتحرك اقصى حاجه اقدر اعملها، اعمل كام استبايه؟ واحد او اثنين او ثلاثه. لا انا هاخد الاستبايه دي واقسمها مثلا ل 64 استبايه ثانيه.
يعني دي كده كلها استباية واحدة. يبقى انا بدل ما اقول لك كنت اقل حاجة اقدر اتحركها 2 ملي متر، لا ده انا دلوقتي ممكن اتحرك 2 ملي على 64. عشان كده ده بيستخدموه في التطبيقات الميديكال، في حد ميديكال حاجات مهمة جدا بيستخدموه في التطبيقات الميديكال، ان انت يشتغل بالمايكرومتر ده طبعا او بستخدم بالمايكرون. زي التي بي 6600 ده، صح مظبوط كده؟ اه درايفرات زي التي بي 6600 تمام. ده لو انت عايز حاجه اوبن لوب، عشان برضو تبقى واخد بالك في اوبن لوب في كلوز لوب. انا الاوبن طبعا لوب ده انا بديله الانبوت يطلع لي اوت، شكرا مفيش فيدباك. كلوز لوب بديله الانبوت يدي لي اوت، يطبق على الاكشويتر ياخد من الاكشويتر يديني فيدباك يرجع لي هنا الكلوز لوب. دايما يشوف هل انا وصلت للحاجه اللي انا بعتها، يعني انا عندي هنا ريفرنس انا مدي لك اشاره، هل انت الاشاره اللي جايه لي من بره دي وصلت لها؟ لو وصل لها تمام، ما وصلهاش بيطلع اوتبوت عشان يوصله لايه؟ للديزايرد بوزيشن او ديزايرد سبيد اللي هو كان محتاجها. تمام؟ هو تي بي 6600 دوت ايه؟ ده كنترولر يعني ولا ايه بالظبط؟ تي بي 6600 ده درايفر، موتور درايفر، تمام سوبر موتور درايفر. ده بيتحمل لحد 3 ل 4 امبير. تمام، لحد حوالي 45 فولت مثلا، 45 فولت دي سي. تمام، طيب الدرايفرات اللي هي بقى كلوز لوب دي، الدرايفر اصلا بيبقى غالي جدا والموتور بيبقى غالي جدا، لان الحاجات دي زي ما قلت بتستخدم في الحاجات اللي هي محتاجه اكيورسي عاليه قوي 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 قوي، واحجامها ما بتبقاش بسيطه، احجامها مش سهله والكلام ده. انت هنا الفكره لو انت محتاج حاجه فيها اكيورسي وبتقول له مثلا هنا انا عشان اتحرك، يعني هنا في ده تقول له لو انت عايز تتحرك 4 مللي هتقول له اتحرك كام سنه؟ اتنين صح؟ السنتين دولت ممكن يوقع منهم سنه او يعمل لك سنه واحده بس، يبقى هو هتلاقيه وصل للبوزيشن اللي هو كام؟ 2 مللي. دي طبعا مصيبه لو انت مثلا حاجات خطيره مثلا او حاجه شغال في تطبيقات ليزر مثلا زي التطبيقات الميديكال والكلام ده، الجراحه بالليزر هي معتمد على الموضوع ده. فاهمك تمام. تمام، انما هنا بقول له 2 مللي يعني هما ال 2 مللي، عايز اتحرك ربع مللي هيتحرك ربع مللي. وصل كده؟ بس انا في طيب. الابلكيشن طبعا اللوب مش محتاج الدقه دي قوي كده. اه انت كده كده اصلا غير كده بكلاف الدكتور الموضوع هيبقى ككوست مكلف جدا. يعني انا كنت مشروع كنت عامل مشروع تخرج قبل ده، قبل المشروع اللي انا شغال عليه حاليا كنت عامل حاجه ميكانيك، فلما فعلا سرشت عن الموتور ده وان هو موجود وكده كنت محتاج حاجه زي كده، فجيت اشوف الكوست بتاعتها لقيت لا الموضوع اوفر اوفر، يعني ممكن تلاقي الموتور بكام 1000 والدرايفر بكام 1000. معاش اللي هي الماشينين اللي هي تبقى عايزه حاجات دقيقه جدا، او اللي هو المكن اللي هو مثلا السي ان سي، بس لما بيبقى محتاج دقه عاليه يعني، مظبوط كده؟ اه مكن السي ان سي على فكره كله اوبن لوب، مش بتاع حاجه فيها كلوز لوب خالص، برضو فاهمني؟ اه الا لو حاجه بقى اكيرسي بتاعتها عاليه قوي، اه من ده فاهمني؟ اللي ودي انا يعني احنا انت بتفتقد ليه بس مش يعني نادرا ما تلاقي تتعامل مع حاجه اكيرسي بتاعتها عاليه ومحترمه يعني. تمام. بس انا خلي بالك هو بيعتمد في مكن السي ان سي، اي حد لما بيشتري مكن السي ان سي لو كنت عملها قبل كده بيعمل لها كاليبريشن ان هو يعمل معايره للمكن مظبوطه تمام زي الفل، مش مظبوطه بيشد السيور غير المواتير. ليه؟ الموتور الجديد انت عارف هتقول له تحرك استبايه اعمل استبايه، انما لو هو استخدم فتره وليكن مثلا اكس ضعف او الاداء بتاعه ما بقاش زي ما بقى جاي جديد، فانت هتقول له روح اكس هيروح اكس الا ربع وهكذا، لانه هيوقع جزء من الكنترول اللي انت بتقوله، فاهمني؟ اه تمام فهمت. تمام، في اي حد عنده اي اسئله تاني؟ طب انت لا معلش يا باشمهندس سامعك، بس تفضل ان واحد من الثلاثه دول بقى اللي هم انه في الثلاثه الاثنين اللي احنا رسمناهم. اه والله بص التفضيل بقى انه واحد دي انت بتعمل ايه؟ بتشوف انت حاطط بادجت قد ايه؟ وانه اللي هيبقى افضل معاك في الاداء؟ التزويد بين ده وبين ده وبين ده قد ايه؟ فاهمني؟ يعني انت ممكن تيجي مثلا تجيب اثنين لينير جايد وواحد ليد سكرو وتجيب الموتور وتجيب البيرنج والكلام ده والدنيا دي حلو زي الفل، بس تيجي معلش تحسب ايه؟
اماكن شراء الحاجات دي منين هنا؟ ماشي، انا كده لسه هقول لك الاماكن دلوقتي، هشوف الاماكن كلها اللي موجوده وتقدر تجيب منها منين. تمام. تمام، خلينا بس ننهي الجزء ده اللي هو اما تيجي تحدد المشروع هتختار انهي. تختار طب زي ما بقول اتفضل. لك بناء البادجت اللي انت حاطه للمشروع. يعني انت حاطط تمام. تكلفه قد ايه؟ الجزء ده في المشروع لو اتعمل بالجزء ده هياخد النصيب حاجه تانيه. لو انا مثلا حطيت فيه 5 جنيه يبقى اثر على جزء تاني، لو انا حطيت فيه 10 جنيه يبقى اثر على جزء تالت وهكذا. فاهمني؟ تمام الموضوع فهمتك. مفتوح معاك خلاص، انت بقى اختار بقى اللي انت عاوزه. تمام بص للاداء بقى، انه هو هيبقى افضل معاك، انه هو اسرع، عامل السرعه معاك مهم ولا مش مهم، الكلام ده كله. تمام ولو انت طبعا نيوماتيك او هيدروليك تقدر تشتغل نيوماتيك او هيدروليك، الموضوع هيبقى احسن وانضف وافضل. طب انا هوفر، بس المشكلة هوفر كومبروسور ازاي؟ ماشي، ما دي ما انا بقول لك انت لو هتشتغل هيدروليك او نيوماتيك السيستم كله هيبقى كده، فاهمني؟ ما هو الموضوع ايوه كله اصلا من الاول نيوماتيك او هيدروليك، الموضوع هيبقى احسن معاك. النيوماتيك بيسهل الموضوع، ما صح كده؟ نيوماتيك ونيوماتيك غير ان هو بيسهل، نيوماتيك نظيف. يعني هتلاقيه بيقول لك دايما كده اي حاجه فيها زيت مقرفه هيدروليك. هو النيوماتيك انا احس بيبقى انضف يعني، ودقة اعلى اكيد، من بس هو برضه خلي بالك هو الموضوع مش موضوع دقه، هو لو كدقه انت بالنسبه لك الهواء الهيدروليك احسن من الزيت، الهيدروليك احسن من النيوماتيك، الهيدروليك احسن من فاهمني؟ نيوماتيك ايه، في الدقة. ايوه، مش في الدقه بقى، انت عندك مشكله النيوماتيك ان الهواء حاجه كومبريسابل ايوه قبل انها تضغط، انما الزيت نون لا كومبريسابل، تمام فاهم. فاهمني؟ تمام فدي بتديك يعني بتدي لك امكانيات اعلى، اللي هو انت مثلا تيجي بقى تكنترول او كده الموضوع، انت ممكن مثلا يحصل تسريب انت ما تاخدش بالك، تبقى مظبط مثلا ان الحاجات توصل عند 5 اكس ما توصلش، فاهمني؟ لو انت شغال على ضغط معين مثلا من الهواء او كده. تمام بس فهي كل حاجه ليها عيوبها وليها مميزات. تمام يا باشمهندس. تمام الحاجات اللي هي احمال تقيله والكلام ده دايما بيفضلوا الهيدروليك، الهيدروليك سيستم. ايوه ده انا عارفها دي. ايوه تمام، اللي هو الهيدروليك بتاخد الاحمال. الناس الطبيه، طبيه في اغلب الاجهزه الطبيه اللي هي معدات زي مثلا سراير العمليات اللي هي سراير الاسنان، الكلام ده كله الحاجات اغلبها شغاله هيدروليك. سراير الاسنان سراير العمليات شغاله هيدروليك، سراير الاسنان بتبقى شغاله الكتريكال مع هيدروليك، بقى فيها بوزيشن كنترول عالي جدا، يعني بوزيشن كنترول بالنسبه لهم بيبقى اهم حاجه، فاهمني؟ تمام عشان ايوه برضه ايه فاهم. لو حد حابب يشتغل في الحاجه دي او كده. تقريبا خلصنا الجزء، نشوف بقى لو انت عاوز تشتري منين. إيه؟ تمام ماشي. بص يا سيدي، انا افتح كذا موقع ماشي، وعلى ما يحمله نتناقش فيه. يعني دي بتجات لمحلات في مصر هنا ولا دي حاجات من بره؟ اه كلها موجودة في مصر.
طب كويس. انا بحاول اجيب لك كل ما يخص ال CNC 3D printer. شوف اول حاجه، بس انا واخد صوره منها. مثلا خلينا ده اول موقع اللي احنا ليه ده، اسمه شركه اسمها فيوتشر الكترونكس. اسمعي، ايوه ما حضرتك نفس شركه فيوتشر دي موجوده في عين شمس، محطه عبده باشا. لو دورت ممكن تطلب حاجات اونلاين برضه عادي. تدخل مثلا على القسم اللي هو بتاع سي ان سي، يعني سوبر، اللي هو سي ان سي سوبر ميكانيكال 3 دي برينتر، تلاقي دي حاجات تخص 3 دي برينتر. لو حد مثلا مهتم بالموضوع كده تلاقي كل ما يخص 3 دي برينتر. في حاجات هتبقى سولد اوت يعني خلصانه، في حاجات متوفره. تلاقي مثلا الاستيبر موتورز وما الى ذلك بقى. تلاقي في حاجات يوز، في حاجات جديده هكذا، اماكن تثبيت. الحاجات اللي خاصه بشركه اوبن بيلز بقى، ده اللي هو الفي ريل اهو، او الفي سلوت 2020، المتر منه ب 75 جنيه. ده مثلا المتر من ال 20 40 ب 155 جنيه، 20 60 220 وهكذا. التي نوت دي بتدخل في المكان ده، يعني ده هي بتثبت في المكان اللي هو هنا حرف البي ده عشان تقفله مثلا. لو انا محتاج حاجه هنا تبقى مثبته، ما فيش حاجه تدخل او معلش يا باشمهندس، منه او اربط، او اربط ويه السير ويه فين ده اسمه ايه اللي انت بتشرح منه ده؟ ده الموقع. اسم الصفحة بس او اسم الموقع؟ شركه فيوتشر، دي شركة فيوتشر فيوتشر؟ الكترونكس. خلي بالك ان في فيوتشر الكترونكس اوت سايد ايجيبت، وفي فيوتشر الكترونكس ان سايد ايجيبت. دي اسمها فيوتشر الكترونكس، اللوجو بتاعهم اهو. تمام. تمام. هو بقى ايه الاجزاء دي؟ لو انت عايز تصب اتنين في ريل مع بعض، نفس الكلام هنا. الجانتري بليت دي لو انت عايز تشتري اجهزه بدل ما تصممها، انت ممكن تصمم دي تقطعها ليزر. في اماكن هنا في مصر بتقطع معادن ليزر، او لو محتاجين تشتروا خامات او اي حاجه من الحاجات دي، منطقه اسمها منطقه السبتيه. يعني الحاجات دي انا ما عرفتهاش فعليا، انا لما نزلت بقى فيها ولفيت وكان موضوع بهدله يعني. بس الموضوع ممتع، ممتع ان انا مش اول مره، اول مره في حياتي اعرف ان مصر فيها خامات، كل اللي ممكن تتخيله واللي ما تتخيلوش. منطقه طب وانا السبتيه دي عندي ازاي في شراء الخامات دي مثلا؟ واحد انا مش عارف فاهم ماشي. قصدي ما هو ولا انت بقى، انت تبقى رايح اصلا تشتري، انت عارف الخامه اللي انت محتاجها، فاهمني؟ انت رايح تشتري يتقطع، تشتري الومنيوم، هتشتري ستانلس، هتشتري رابر، هتشتري سيليكون، هتشتري تيفلون، هتشتري بكالايت وهكذا. مثلا اخش واختار، ولا انا مش بروح اقول له مثلا عايز حاجة معينة؟ لا انت بتخش تقول له انا عايز كذا، او مثلا بتوصف له انا والله بعمل مشروع كذا ومحتاج فيه الحاجه الفلانيه دي، ايه الانسب؟ هيقول لك محتاج حاجه تحمل حراره عاليه، مش عارف ايه، حاجه تقدر تشكلها على مخرطه، حاجه هتسيحها وتصبها وهكذا. فاهم قصدي؟ تمام. دي اللي هي منطقه السبتيه. منطقه السبتيه دي لما بتنزل، لما بتبقى رايح القاهره وتنزل محطه رمسيس اللي هي اخر محطه، تطلع بره المحطه تسال قول شارع فين؟ شارع السبتيه. شارع السبتيه ده طويل جدا. طول ما انت ماشي بقى كده تلاقي ناس وخامات، ناس وتشكيل معادن ورش الكلام ده، جميع انواع العجل برضو بتبقى موجوده. انت عايز تعمل حاجه خاصه بيك برضو هتلاقيها موجوده، فاهمني؟ تقطيع المعادن وتشكيلها في شركة اسمها شركة رضوان. دول برضو يعني من الناس اللي ماسكين مجال الليزر في مصر، أو التقطيع والكلام ده. في إيه تاني؟ سنتريك سبيسر دي بتظبط بيها العجل ده، تبقى راكبة جوه العجلة، تظبط بيها، تبعد العجلة وتقربها من النص، لأن السنتر بتاعها مش في النص. السنتر بتاع النط دي أو السبيسر دي مش في النص. تمام؟ دي بقى تلاقي فيه، ممكن تلاقي حاجات جاهزة زي دي. دي لا دي يعني هو برضو تركزوا انتوا بتشتروا الحاجه. يعني هنا مكتوب سي بيم جانتري بليت، اللي هي الجزء الاسود ده بس، مش الكومباينيشن ده كله على بعضه ب 185 جنيه. العجله لوحدها من دول ب 30 جنيه.
العجله الواحده ب 30 جنيه، المسمار ممكن تلاقيه ب 3 جنيه مثلا او 2 جنيه، الحته اللي بره دي ب 185 جنيه. ايه؟ دي اللي ممكن تنفع في الحل بتاع المشروع، تمام كده؟ ايوه بس انت هتعملها انت بقى، فاهمني؟ ايوه يعني انت تمام. هتشتري دي لوحدها، تشتري اتنين مثلا من دي لوحدها اللي هي اللي فوق واللي تحت، وتشتري دي يجي لو انت عايز تشتريها جاهزه مش هتصممها انت، وتشتري العجل عايز اتنين عايز ثلاثه، فاهمني؟ زي ما انت عايز تحط هنا ثلاثه وهناك ثلاثه، عايز تخلي العجل من جوه بدل ما هو من بره برضه دي ترجع لك، فاهمني؟ في هنا كذا حاجه بقى، ده الخاص، دي الحاجات اللي الشركه اللي بره بتعملها اللي هي شركه بلين بيلد، تمام؟ لو بقى التايمنج بولي والتايمنج بيلت، هنحاول نركز على الحاجات المهمه اللي انت ممكن تستخدمها في اغلب المشاريع. التايمنج بيل هتلاقي جي تي 2 يعني السنه بتاعته 2 مللي، كل ده سنه 2 مللي، بيقول لك العرض 6 مللي، عرض 10 مللي، هنا ده لما تدخل هيقول لك السبيسيفيكيشن، في حاجات كلوز زي ده مثلا بيقول لك ان طوله كله 11 سم، بتاعه المحيط 11 سم، هنا المحيط كله 16 سم 20 وهكذا، في حاجات طويله بس غلطان. دي التايمنج بولي بمقاسات 20 سنه مثلا، السنه الواحده 2 مللي والويتس 6 مللي، اللي هو عرض السير اللي هيبقى راكب عليه. هنا ده برضه نفس الكلام 20 لعرض 5 10 مللي، لان الدايمتر 10 مللي اللي هو ده ممكن ده اللي هيبقى راكب عليه الشافت. انت بتخش بيقول لك السبيسيفيكيشنز بتاعته كلها، ده مثلا 36 سنه وهكذا، مسامير بقى كل حاجه محتاجها تلاقيها. لسه في حاجات كتير احنا ما غطيناهاش هنا، تمام؟ في الكابلرز، في الفي جروب بيرنج، تمام؟ دي اللي هي الويل، الويل بالمناسبه بيبقى فيها بيرنج جوه، تمام؟ في هنا في مصر، في هنا في منوف محل اسمه عمار بيبيع رومان بيلي بس، جميع انواع رومان البيلي وجميع المقاسات، لو عند عند البنزينه الاولى اللي هي بعد مركز التنين قدام المحطه وعلى طول قدام البنزينه على طول. ده بالنسبه لفيوتشر. فيوتشر انا بشوف ان هو يعني الاسعار عنده نسبيا قليله مقارنه بالباقيين. تيجي هنا بقى عند يو جي اي، يو جي اي ده يعني عارف ناس كتير بره وليه ستورز بره في الصين، هتلاقي هنا ايه عنده كل حاجه فعليا، بس تلاقي الاسعار مبالغ فيها، يعني هنا هتلاقي كل ما يخص المكن، تمام؟ كل حاجه انت ممكن تسيرش بقى بالخاص الحاجه ذات نفسها. يعني انت لما تيجي هنا تحتاج صواميل ومسامير بجميع المقاسات، الفي ريلز بجميع المقاسات، في 3 دي برينترز جاهزه جديد، في فيلمنت اللي هو بتاع الطباعه، في كيت ممكن تجيبها وتقفل بيها 3 دي برينتر، سي ان سي ميكانيزمز او ميكانكس تلاقي برضو الكومبوننت بتاعتها وهكذا. ده بالنسبه ليو جي اي، ده مكانه فروض الفرج في جبرا، تمام؟ شارع المنوفيه. هنا ده طبعا موقع الغني عن التعريف، شركه رام برضو عندهم يعني ممكن نقول اجزاء ميكانيكيه، مش هتلاقي عندهم برضو كل حاجه كميكانيكا. ماشي يا جماعه طولنا بقى، فاي اعذرونا. لا تمام يا باشمهندس، والله كتر خيرك، تعبناك معانا. حبيبي ولا يلعب ولا حاجة. 3D printer parts and filament. ماشي. هنا هتلاقي يعني انا عايز اجيب لك بس حاجه خاصه بالمواتير اكتر، يعني انت ممكن لو دخلت سرشت على اي حاجه هتجيبها من الموضوع. انا عايز اجيب لك الجزء الخاص بالموتور درايفر اند سي ان سي بارتس. هنا بقى الموضوع متشعب، يعني ده درايفر مثلا اهو اي سي ودي سي ب 1200 جنيه، درايفر ب 2850 جنيه، 850 جنيه، 1350 وهكذا. الحاجات اللي انت مثلا عايز تعمل مكنه ميلنج، مكنه ميلنج ماشين مثلا او نحت الكلام ده هتلاقي برضه مكوناتها موجوده تمام. وهكذا. كل ما تدخل بقى تلاقي موضوع، هي مشكلتهم في حاجه واحده، ان الاسعار مبالغ فيها، بمعنى كلمه مبالغ فيها، يعني ده لحد ما هنا يعتبر ده زي شركه فيوتشر، ان يعني الحاجات اللي ما بقاش عليها طلب كتير تلاقيها كلها واحد عند كل الشركات. ده مثلا مجرد بول سكرو، ده غير الليد سكرو، ده الحركه بتاعته بتبقى اسرع لان السنان بتبقى اوسع. ده متر ونص مثلا ب 1650 جنيه، دي برضه بتستخدم بس في حاجات تانية، تطبيقات صدقني تانية. بقول لك 1650 جنيه اللي هو تمنه كده، تمام؟
ايه؟ تمام نكهات عام ده برضو ولا اوفر يعني، انت لو هتجيب ده المشروع بتاعك اوفر، انت هتجيب ليد سكرو، ليد سكرو ب 80 جنيه ولا حاجه، والنط اللي هتبقى راكبه عليه هتلاقيها مثلا ب 30 جنيه وشكرا. جيب بقى باقي الحاجات اللي حواليك. امال ايه اللي وصلها ل 1650 جنيه؟ انت بتتكلم ده في حاجه في اقل من 200 جنيه، ايه اللي نط ل 1650؟ بس انا قلت لك ده من المواصفات او السبيسيفيكيشن بتاعته غير الثاني خالص. انا قلت لك الداتا شيت عشان تفهم قصدي ايه. ماشي، مفيش ديتيلز برضه كافية. بص يا سيدي، بص هنا حاجة اسمها الدايناميك ريتنج لود 7.6 كيلو نيوتن، تمام. ستاتيك ريتنج لود دي حاجة، تمام معايا؟ معايا. عايز اجيب لك بقى ايه البيتش بتاعت السنة ذات نفسها والكلام ده. يعني اهو كان اسمه ايه؟ ارجع تاني. هو هياخد وقت خلاص يا لا باشمهندس، لا انا كنت سرشت في الحاجات دي قبل كده، جيب لي ده فلوس. عشان خاطر ما يتعطلوش بس. بس يا سيدي دي السبيسيفيكيشنز بتاعته. طيب تحمل بقى، بيبدأ هنا يقول لك ان المسافه دي ذات نفسها اللي هي الدي دبليو اللي هي البول دايمتر، الموضوع ده بقى اكبر، الميل ده بقى اكبر فيخلي الموضوع اسرع في الحركه، فاهمني؟ انا زي ما كنت بقول لك الحاجات دي كل حاجه ليها معموله بحساب. البيتش او السنه دي لما يتحرك، اهو البيتش سيركل دايمتر ده لما يتحرك هيعمل قد ايه، الكلام ده كله متحرك هيعمل مثلا حركه قد ايه وكده، فاهمني؟ تمام فاهم. بس فده بيدي لك امكانيات اعلى من الثاني في السرعه، هو سريع والحركه بتاعته فري، يعني لو انت لو سبت الحاجه ترجع لوحدها، لو انت عاوزها ترجع لوحدها، بخلاف اللي هو اللينير الليد سكرول العادي مع النقطه بتاعته، فاهمني؟ تمام فهمتك. ده موقع ثالث اللي هو خاص بشركه فري، عندهم يعني حاجات بسيطه، دواير مثلا لو تتحكم في المكن 3D برينتر الكلام ده، فيلم لا عنده حاجات ميكانيكا قد كده وطبعات جاهزه. يعني انت شوف مثلا سعر ال 3D برينتر 14000 13000، يلا ربنا يولي يا. بس هنا تلاقي مثلا دي الباكلاش نوت، انتي باكلاش نوت ب 65 جنيه، بس برضه خلي بالك من المقاسات، في 8 دي معناها ان الدايمتر بتاعها الداخلي 8 وهكذا. بس بقى تخش بقى هنا اي حاجه انت محتاجها تخش تدور عليها بالمقاس بتاعها بكل المواصفات. في موقع ثالث ده برضه دول عندهم حاجات كويسه، بس الفتره الاخيره دي بداوا يوفروا في الاسعار الصراحه. ده لامباترونكس، لامباترونكس دول في المنصوره، تمام. تلاقي عندهم بقى ايه، تخش برضه على الحاجات الميكانيكا، ده اللي هو هم هنا بيسموه ستانلي ستيل رود، انت ده اللي هو اللينير شويه، تمام. لا بقى ممسوح معلوش حاجه، دي هيت سينك خاصة بال، ده خاص بال 3D برينتر. هنا التايمنج بولي بمقاسات مختلفة بقى والكلام ده، وهكذا تقلب بقى لحد ما توصل ايه هناك. احنا كده لحد هنا تمام كده تمام. في أي أسئلة تاني؟ ناس سامعني؟ لا شكرا يا باشمهندس، جدا باشمهندس عماد، والله استفدنا من حضرتك كتير يعني. شكرا لله، ألف شكر يا باشمهندس، شكرا لله. طيب في أي حد عايز يسأل في أي حاجة تانية؟ احنا بس عايزين ناخد السلايدز اللي كانت بتتشرح ديت، وعايزين ريكورد برضه. حاضر، هبعت لك ثواني، خليك معايا، هبعت لك هبعت السلايدز في الشات، هعملها تمام. مفيش مشكلة عادي. وحضرتك انت عملت تسجيل فيديو للمحاضرة دي تمام كده؟ هو بيتسجل حاليا، عملت حضرتك شير عملت ممكن انه كده يتسجل. مثلا ولا هتبعتها لنا ولا ايه؟ ايه هرفعه على اليوتيوب وخلي حد ينزل لكم في لينك.
كده كده كنا مع يعني مش فعل على الاقل اللي نطلع على اي حاجه ان شاء الله مش هتفعل خلاص يعني. هو كفاية حضرتك لو رفعتها على اليوتيوب كده يبقى كده كتر خيرك يعني. انا برضو هبعت لكم دلوقتي، ما حدش يطلع لما ابعت لكم بقى الايه البتاع ده، هبعت لكم البرزنتيشن، تمام. اشياء البرزنتيشن مش يعني ما فيهاش شرح كتير او للدرجه ان انا يعني بعتمد اكتر ان انا اشرح او ان الحاجه دي تبقى تفكرني بس وانا بشرح، ما هو فاهمني؟ ممكن ناخد بيها نرسمها المعلومات بحيث لو احنا عملنا سيرش تاني ولا حاجة اتعمقنا في الموضوع اكتر سيرش نفتكر بيه، وكده كده الفيديو معانا. تمام مش مشكلة. شوف اللينك بتاع الشات، هبعت لكم فايل دلوقتي. تمام. لما توصل عرفوني بس ان اوصل ايه. هي 800 كيلو بس هو البرنامج ايه يعني زوم بيحب يتأكد من اعدادات الامان الاول، الفايل ممكن يكون فيه مشكلة او كده. تمام. وكده المفروض ان هو sent successfully. وصلكوا حاجة يا جماعة؟ لا مفيش اي حاجة لسه جت. لا لسه ما وصلش حاجة. في حل ثاني بسيط كده. ممكن يا باشمهندس ترفعه هو الريكورد على درايف عادي وتنزله لنا في بوست او في اي حاجة سواء على الجروب. انا رفعته اهو، ولا انا رفعت البرزنتيشن عشان بس تبقى معاك دلوقتي، لان انا مش على الفيس، انا ماليش، انا قافل السوشيال ميديا. عشان ايه يبقى انت خدت البرزنتيشن، ولما ارفع ان شاء الله الفيديو هبعت لكم، خلي حد ينزل لكم اللينك. كده اللينك وصل. وصل كده يا باشمهندس. تمام.
كده تمام كده. بس لو في حد عنده أسئلة خلاص تمام مش مشكلة هيبعت. مفيش، استأذنكم بقى الناس تعمل الليف عشان ما تطلعش حد من الليف. تمام، إلا الناس اللي معايا في المشروع يا جماعة خليكم عشان هنتكلم في حاجات في المشروع. خلاص تمام ماشي يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس، شكرا لله. سلام. هاي. السلام عليكم. اللي هناك استلمت ولا ايه؟ باشمهندس وعليكم ارحاب السلام. باشمهندس اسماء. ايه الاخبار؟ تمام. هو انا عايز اعرف تمام. نبدا دلوقتي ولا هتاخد بريك كده؟ يا ريت ناخد بريك. ماشي ماشي اتفضلي استاذ. اعرف ايه؟ هو بس الأول أستأذن يا باشمهندس أتطفل عليكم في الميتنج ده. اتفضلي يا باشمهندس. مش باشمهندس أسماء؟ إيه؟ طبية؟ أه طبية؟ أه أه. طيب ماشي عادي مفيش مشكلة. هو أنا دورت في ال هو أنا حاولت أعمل التصميمات